مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان، مساء الخير على كل من يشاهد قناة النادي الأهلي. برحب بحضراتكم في يوم جديد من أيام البيت الكبير وحلقة نهاية الأسبوع. الحقيقة كان أسبوع حافل، يعني أسبوع مليان بالنجاحات والبطولات، كمان بداية طبعا من فوز فرقتنا الكبير جدا على بيتا كلوب، مرورا بعدها بأيام فوز سيدات وأنسات النادي الأهلي لكرة اليد بفوزها بكاس مصر، يمكن بعد إخفاق السنة اللي فاتت لكن حققوا إنجاز كبير جدا. إن شاء الله بإذن الله كل أيام النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي تكون دايما يا رب سعيدة ببطولات وإنجازات جديدة للنادي الأهلي. النهاردة حلقتنا في البيت الكبير فقرات مميزة كتيرة جدا جدا، هنتابع فيها أخبار طبعا النادي الأهلي، هنتابع كمان منتخبنا الأولمبي والمنتخب الأول، يعني حلقة إن شاء الله تكون ممتعة. هنبدأ كمان فقرتنا الأولى بعد الانترو إن شاء الله معانا الناقد الرياضي الأستاذ محمود صبري، طبعا رئيس القسم الرياضي ومدير تحرير جريدة الأهرام، هنتكلم معاه عن النادي الأهلي وبعض الملفات الكرة المصرية. في الفقرة الثانية كمان معانا نجم من نجوم النادي الأهلي الكابتن محمد حشيش، كابتن محمد حشيش كمان هيقول رؤيته الفنية الخاصة بمشوار النادي الأهلي في إن شاء الله العشرة وبعض الملفات الرياضية المصرية في الكرة المصرية عامة. فإن شاء الله بإذن الله على مدار ثلاث ساعات تستمتعوا بهذه الحلقة إن شاء الله بإذن الله. لكن أكيد في الأول برحب بزميلتي إسهام، مساء الخير عليك يا إسهام. مساء الخير عليك يا كابتن هاني، جمهور النادي العظيم في كل مكان، مساء الخير. حلقة جديدة من حلقات البيت الكبير، حلقة آخر الأسبوع، البيت اللي بيجمعنا كالعادة، البيت الحقيقة اللي مليان النهاردة يعني سعادة وانتصارات بسبب طبعا النتائج اللي بيحققها فريق النادي الأهلي. كان اخرها طبعا الثلاثيه التاريخيه في مرمى فيتا كلوب الكونغولي، المباراه طبعا اللي اتلعبت زي ما احنا عارفين في كينشاسا، ومواصله اكيد الزحف نحو صداره قمه المجموعه الافريقيه باذنك يا رب. هنتكلم عن الاداء ده والفترة القادمة طبعا في مشوار الفريق، فريق النادي الأهلي، لكن احنا في انتظار اكيد إجابات جماهير النادي على سؤال حلقتنا النهاردة. النهاردة عندنا موضوع مهم جدا جدا حوالين اختيارات الكابتن حسام البدري المدير الفني لقائمة منتخب مصر، مستنيين حضراتكم تشاركونا الإجابات. احنا طبعا كالعادة بنعرضها في نهاية الحلقة دي، لكن عايز اتكلم كمان عن كيان كبير أكيد اسمه النادي الأهلي. النادي الأهلي اللي كل يوم الحقيقة بنعرف وبنتأكد أنه الأهلي ده يمكن غير وفي حتة تانية خالص زي ما بيقولوا. وأنا بقول الكلام ده ليه دلوقتي؟ لأنه النهاردة مجلس الإدارة كالعادة برئاسة كابتن محمود خطيب دائما ما يستقبل الوفود من خارج مصر، التوأمة والشراكة اللي بتحصل ما بين الدول والأندية خاصة الأندية العربية ده مستمر ودايما نلاقيه في النادي الأهلي. فزي ما أنتم شايفين في الفيديو ده النهاردة الظهر في مقر النادي في الجزيرة كان في وفد من نادي أهلي بنغازي الليبي، وأشقائنا طبعا في ليبيا كان الوفد ده في استقباله طبعا في المقدمة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، وكان الوفد ده بيضم كل من السيد خالد الصعيتي طبعا رئيس مجلس إدارة الأهلي بنغازي، ومحمد العمروني كمان، وأيضا خالد البرعاصي، توفيق الدغاري، أعضاء مجلس إدارة النادي. طبعا كان بيرحب الكابتن محمود الخطيب بالوفد الليبي، وكان بحضور زي ما احنا شايفين السيد العمري فاروق نائب الرئيس، طارق أنديل، محمد الجرحي، أمير توفيق مدير التعاقدات. طبعا كمان الوفد الليبي كان بيقدم تهنئته للأهلي بمناسبة الفوز ببطولة أفريقيا، لسه التهاني مستمرة والتتويج بالميدالية البرونزية طبعا في بطولة كأس العالم للأندية. وزي ما قلنا بنكرر دايما التأكيد على العلاقات الوطيدة اللي بتربط ما بين النادي الأهلي وأشقائه من الأندية العربية كافة. طبعا وفد الأهلي بنغازي النهاردة كان بيقوم بجولة في مقر النادي، أهمها طبعا دولاب البطولات اللي مفيش حد بيزوره أكيد من الداخل أو من الخارج إلا لازم يقابل دولاب البطولات، دولاب بطولات النادي الأهلي، تمثال كمان الراحل المايسترو صالح سليم، حمام السباحة، صالة الأمير عبدالله الفيصل، مختار التتش طبعا، غرف الملابس وغيرها من الأماكن في الجزيرة. صحيح صحيح. يعني طبعا زيارة
اعتقد مش جديد على النادي الاهلي، كمان زاروا النصب التذكاري لشهداء النادي الاهلي، صاله الجمباز واداره الاعلام، كمان كابتن محمود الخضيب تبادل الدروع التذكاريه مع مسؤولي النادي الليبي واهداهم طبعا قميص النادي الاهلي، معربا طبعا عن تقديره الشديد طبعا لزيارتهم اللي جت في اطار العلاقات القويه جدا اللي بتربط النادي الاهلي مع الانديه الشقيقه في البلدان العربيه. وزي ما بنقول النادي الاهلي دايما في حته ثانيه، يمكن الزياره ديت كانت مثمره جدا، وكمان بتبرهن على مدى عمق والعلاقه ما بين النادي الاهلي وكل الانديه العربيه بصراحه. وده اللي اعلن عليه او قاله فعلا الكابتن محمود الخطيب النهارده في اطار الجلسه اللي جمعته مع مسؤول النادي الليبي. اكد الكابتن محمود الخطيب ان النادي الاهلي هو شقيق كل الانديه العربيه، وتفتكروا حضراتكم دي مش اول زياره، ده يعني دايما بنقول النادي الاهلي في حته ثانيه خالص. يمكن تفتكروا احد الانديه الافريقيه في فتره سابقه السنه اللي فاتت جت كمان عشان تطلب توأمه مع النادي الاهلي على المستوى الاداري، كان سيمبا التنزاني وكان وفد ورئيسة النادي كانت موجودة، كان في كمان السنة اللي فاتت في أكتوبر نادي الديوانية العراقي كان متواجد أيضا خاصة في ملف أكاديميات كرة القدم. فعايز أقول لحضراتكم إن النادي الأهلي دايما في حتة تانية، والنادي الأهلي أصبح يعني وإن شاء الله على مر العصور يكون هو مثل وإكزامبل لكل الأندية تستفيد من خبراته، تستفيد من البطولات، تستفيد من الكوادر النادي الأهلي. كابتن كمان كابتن محمود الخطيب اضاف ان زياره الوفد الليبي النهارده بتعكس العلاقات اكيد ما بين طبعا الجانبين طبعا المصري والليبي. وبقول لحضراتكم تقريبا احنا بلد واحده، تفتكروا كمان المنتخب الليبي لما بيلعب مبارياته يعني مباراته الرسميه بتاعته هو بيلعبها هنا في القاهره وبيكون متواجد، فالعلاقات ما بين مصر وليبيا علاقات وطيده جدا كمان على مستوى الانديه. كابتن محمود الخطيب كمان عبر عن سعادته مع وجود خالد الصعيدي طبعا رئيس نادي اهلي بنغازي، اللي كان هو ايضا سعيد جدا بمقابله الكابتن محمود الخطيب، اللي بيعتبره قال انه يعني هو وجهه مشرفه للرياضه المصريه والاداره بحد ذاتها كمان. واكيد ده بجانب ان الكابتن محمود الخطيب احد اساطير قاره افريقيا في كره القدم. يعني بنقول زياره كانت زياره تاني بتدل على قيمه النادي الاهلي. الرئيس نادي بنغازي كمان اهلي بنغازي كمان بيقول ان النادي الاهلي هي وجهه للرياضه المصريه بشكل عام ومصدر الفخر لكل الانديه مش بس في افريقيا لكن كمان في الوطن العربي. هو تطلع كمان مع مسؤولي النادي الاهلي ان عايزين توأمه حقيقيه مع النادي الاهلي، توأمه ديت من خلال الكوادر الاداريه، نقل الخبرات كمان على مستوى اللعبات مش مستوى كره القدم بس. فعايزين نقول كمان يا سلام بنأكد تاني ان الزياره ديت بتدل ان فعلا النادي الاهلي مستمر في حته تانيه خالص وبقى مثل يحتذى به على جانب الأندية العربية والأفريقية. أكيد أكيد على مر طبعا تاريخ النادي الأهلي مش في الفترة ديت بس، وأي حد النهاردة يعني عايز يستفيد أو عايز يعني يستفيد من خبرة نادي كبير أكيد عينه بتروح على النادي الأهلي. علشان نعرف أكتر عن هذا الاستقبال طبعا اللي كان موجود في التتش النهاردة، خلونا نروح نشوف التقرير ده بالتفصيل عن زيارة وفد نادي أهلي بنغازي للأهلي المصري، ونرجع نكمل كلامنا في البيت الكبير. طبعا بالتاكيد سعداء جدا بهذه الزياره، زياره نادي القرن للنادي الاهلي. هذه الزياره تمت بترتيب مباشر مع الكابتن محمود الخطيب من خلال اكثر من لقاء، كانت مجدوله من في كم موعد سابق، ولكن لارتباطات الناديين وظروف المسابقات كانت دائما ما تؤجل هذا اللقاء، ولكن الحمد لله الآن عقدنا هذا اللقاء اللي هيكون أول لقاء في سلسلة تعاون بين الأهليين اللي بالتأكيد النادي الأهلي الشقيق الأصغر للنادي الأهلي المصري يحمل نفس الاسم ونفس الشعار، وشرف لنا احنا نتواجدوا بالنادي الأهلي. احنا سعيين وبقوة لكن لتوأمة حقيقية، توأمة لا تكون حبر على ورق ولكن بتعاون بدري. احنا لم نستعجل الآن في إعلان توأمة،
ولكن الآن اتفقنا على عدة محاور إن شاء الله مع هنبدأ فيها تدريجيا، وإن شاء الله نوصل لتوأمة ويكون فيه تعاون وتقارب كبير بين الناديين الفترة القادمة إن شاء الله. إحنا لم نسعى إلى الأهلي المصري من فراغ، نحن سعينا لإنجازات وتاريخ هذا النادي وما وصل إليه ومستمر في عطاء. فبالتأكيد نحن لو بدأنا من أين التطوير اللي احنا نرغب فيه، من اين وصل النادي الاهلي المصري، احنا نستفيد من خبره سنوات ونقطع مرحله كبيره جدا لما يقدم لنا النادي الاهلي المصري خبرته ولو حتى بنسبه 40%. احنا حبينا نشكر دوله مصر على استضافتنا، نشكر دوله مصر على اللي فتحت ملاعبها وارضها للنادي الاهلي، ايضا نشكر الكابتن محمود الخطيب، هذا الانسان المحترم، الانسان المتواضع، الاخ اللي الحقيقه انا تشرفت بعلاقتي به وحرصه. يعني انا رغم المشاغل، وانا نعرف لما تكون رئيس مؤسسه بحجم النادي الاهلي يعني الحمل كبير جدا، ولكن اعطانا وقته ورحب بينا، بالعكس كان حريص على هذه الزياره، فانا نوجه له الشكر والتقدير. نحن اليوم في زياره تاريخيه تعتبر في النادي الاهلي، نادي القرن، المثال الكبير للانديه العربيه والافريقيه. صراحه هذا الصرح صرح كبير. الواحد انا لي حوالي 30 سنه انا كنت في زياره لهذا النادي، جيت بعد 30 سنه بصراحه النادي شكله متغير للاحسن، طبعا ناس متطوره، ناس سنين، ان شاء الله نستفيد منهم احنا في هذه الزياره ان شاء الله. طبعا احنا متابعين بشغف للكره في مصر والكره في النادي الاهلي. طبعا ترتيب الثالث حصل عليه فريق نادي الاهلي، طبعا هذا ما جاش يعني ببساطه، انت كان في نتيجه شغل كبير باش الواحد يوصل الثالث على العالم، راه هذا انجاز تاريخي يعني يشرف الكره العربيه، شرفنا حتى نحن لما في قدام العالم نقولوا مثلا النادي الاهلي متحصل على الترتيب الثالث، هذا تشريف للعربيه وكل الانديه اللي هي اسمها حتى الاهلي. بصراحه النادي الاهلي نادي قرن حقيقي فعلا بدون اي مزايدات. النادي الاهلي والنادي الاهلي، نادي الاهلي ليبيا والاهلي بصراحه انديه كبيره، انديه تحب ناديها بشغف، ان شاء الله نعدهم يعني النادي الاهلي في بنغازي، لان احنا حنقدم مستويات كبيره في الكونفدراليه. ونادي الاهلي المصري طبعا هو قدوه لكل الانديه، وان شاء الله نمشي على نفس النهج للنادي الاهلي اللي هو نادي القرن. نادي الاهلي قدوه لكل الانديه الحقيقه، والنهارده دي مواقف كلها بتؤكد تاريخيه يعني المواقف للنادي الاهلي، زي ما فعل الكابتن محمود الخطيب يمكن كان بيقول ان النادي الاهلي شقيق لكل الانديه العربيه. عايزه كمان اتكلم في نقطه تانية مهمه جدا طبعا، وكان الكلام عليها قوي في السوشيال ميديا النهارده، وهي عن استعدادات المنتخب الوطني الفتره اللي جايه. يمكن النهارده لا صوت يعلو فوق صوت النداء الوطني، لازم كلنا بمختلف انتماءاتنا النهارده نكون خلف المنتخب المصري او الوطني اللي هيبدا معسكره المغلق يوم 21 مارس ده، والمنتخب طبعا هيؤدي تدريباته هنا في القاهره لحين موعد سفره، هيسافر طبعا على متن طائره خاصه يوم 23 من نفس الشهر. كل ده استعدادات لمباراتي كينيا وجزر القمر، والنهارده الجهاز الفني بيعلن قائمه المنتخب. النهارده الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني بيعلن الأسماء 28 لاعب زي ما قلنا للدخول في معسكر مغلق علشان بيستعدوا للمباراتين اللي جاية، طبعا جزر القمر وكينيا أو كينيا وجزر القمر يوم 25 و29 مارس ده، بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في الكاميرون 2022. القائمة زي ما حضراتكم شايفين: محمد الشناوي، محمود عبد الرحيم جنش، محمد بسام، عامر عامر طبعا في حراسة المرمى، محمد هاني، عمر جابر، أيمن أشرف، أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، محمود حمد الونش، علي جبر، أحمد أيمن منصور، ياسر إبراهيم، محمد النني، عمرو السولية، طارق حامد، حمدي فتحي، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، محمد فاروق، أحمد سيد زيزو، إسلام عيسى، مصطفى فتحي، محمد أفشة، مصطفى محمد، حسام حسن، أحمد ياسر ريان، ومحمد شريف. طبعا عايزين نتكلم هنا عن الثمانية
اللي اختارهم الكابتن حسام البدري فقط من النادي الأهلي، وهي أسماء طبعا كلها كبيرة. وأنا لفت نظري ياسر الحقيقة، أنا بعتبر انضمامه النهاردة للمنتخب الوطني تكليل لمجهود ياسر إبراهيم. بتكلم على ياسر إبراهيم. ياسر إبراهيم تكليلا لمجهوده في الفترة اللي فاتت طبعا مع النادي الأهلي، كان لازم العين تروح عليه. أكيد كان لازم. أحمد ياسر ريان طبعا، يعني وأيمن أشرف وكل لاعبتنا الحقيقة. أولا يا سهام، يمكن كان سؤال حلقتنا النهاردة رأي حضرتكم في القائمة. أكيد يمكن أنا عشت الأجواء دي شوية مع منتخب مصر، وكان دايما القائمة أكيد محدش بيتفق على القائمة، كل الناس ليها آراء مختلفة، كل الناس بتقول كان ده دخل ده خرج. فعايزين نعرف من آراء حضراتكم في القائمة ديت. وزي ما بنقول القائمة هي قائمة يعني 28 لعيب، 8 من الأهلي، ودايما بنقول إن النادي الأهلي كمان بجانب نادي الزمالك هو الداعم الأساسي للمنتخبات على مستوى المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي. 8 لاعبين من النادي الأهلي، 5 لاعبين من نادي الزمالك، 5 لعيبة من بيراميدز، بجانب طبعا 5 لعيبة محترفين. طبعا كابتن كان بعت لست لاعبين، لكن إصابة أحمد حسن كوكا مع أولمبياكوس عطلته عن المجيء، وبالتالي فيه 5 محترفين موجودين، بجانب طبعا 5 لاعبين من الأندية الأخرى. خلينا نتكلم إن كل التوفيق إن شاء الله، كل الدعم للكابتن حسام البدري بإذن الله في مشواره الأفريقي، كمان كل الدعم لمنتخبنا الأولمبي. حضراتكم عارفين كمان إن منتخبنا الأولمبي بإذن الله بيستعد، وبيستعد بشكل قوي جدا إن شاء الله لأولمبياد طوكيو السنة دي في يوليو السنة دي. كمان الكابتن شوقي غريب أعلن النهاردة القائمة 32 لعيب إن شاء الله المعسكر اللي جاي ضمن برنامج إعداد طبعا استعدادا للأولمبياد. ضمت القايمة عمر رضوان، محمد صبحي، محمود جاد، عمر صلاح، مصطفى شوبير، دول حراسة المرمى، أسامة جلال، أحمد رمضان بيكم، محمود مرعي، محمود الجزار، محمد عبد المنعم، عبد الغني محمد، كريم فؤاد، حسن علي، أحمد عيد. أعتقد ده كل دوت في خط الظهر أو الشكل الدفاعي. العربي بدر، عمار حمدي، أحمد هاني، أكرم توفيق، إمام عاشور، يوسف الجهري، أحمد سعيد، أحمد الندري، محمود نبيل، فوزي الحناوي، وعبده يحيى، أحمد عبد القادر، إبراهيم عادل، صلاح محسن، ناصر منسي، أسامة فيصل، فادي فريد، وطاهر محمد طاهر. طبعا وجود 5 لاعبين كمان من النادي الأهلي، يعني 5 ما شاء الله، يعني 8 لعيبة على مستوى المنتخب الأول، 5 لعيبة على مستوى المنتخب الأولمبي. خلي بالكم كمان في بعض الأسماء الإعارة اللي يعني على ذمة النادي الأهلي، لكن عارة زي عمار حمدي، زي العربي بدر، دول كمان في المنتخب الأولمبي. وزي ما بقول لحضراتكم على مر الأجيال، مش دلوقتي بس، بيمثل النادي الأهلي قوة كبيرة جدا جدا على المستوى الدولي، سواء للمنتخب الأولمبي أو المنتخب الأول. وهو ده كمان من أهداف النادي الأهلي، أهداف النادي الأهلي أكيد البطولات، لكن كمان إن عناصر النادي الأهلي وولاد النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي تكون بتخدم كمان بلدها من خلال طبعا المنتخبات القومية. كمان النهاردة الجهاز الفني بقيادة كابتن طبعا شوقي غريب استقر على القائمة المختارة، ومناقشت بقى خطة الفترة اللي جاية، إيه الترتيبات، المعسكر الفريق هيكون إزاي. الكابتن شوقي غريب بيعلن ان بدايه المعسكر ان شاء الله هتكون الساعه 12 الظهر يوم الاحد اللي جاي باذن الله. هتستمر التدريبات يوميا على الملاعب الفرعيه لاستاد القاهره في معسكر مفتوح، وكنا نتمنى يكون في بعض المباريات، لكن اعتقد ده مهم جدا انه يجمع اللعيبه بشكل مميز جدا. دي قائمه اوليه، خلي بالكم لحضراتكم، يعني دي مش قائمه نهائيه، في قائمه لسه هتتبعت ان شاء الله في ابريل ب50 لاعب او 50 اسم، ده هيتتبعت للأولمبياد أو للجنة الأولمبية تمهيدا إن شاء الله للقائمة النهائية للي هيمثلونا إن شاء الله في يوليو اللي جاي في طوكيو في أولمبياد طوكيو إن شاء الله. كل التوفيق لمنتخبنا الأولمبي إن شاء الله. وإحنا بنستعرض الأسماء دي سواء على مستوى المنتخب الوطني أو على المستوى المنتخب الأولمبي، بتشعر بالفخر يعني إن أنت حتى نجوم ولاعيبة الأهلي بيزينوا قوائم المنتخبات، حتى ولاد النادي الأهلي اللي أعيروا، أحمد ياسر، ريان، العربي بدر، عمار، ده بالتأكيد ده بيكسبهم خبرات دولية كبيرة جدا جدا، بيقدر النادي الأهلي بعد كده يستفيد منها، أو موسيماني يقدر يستفيد منها الفترة اللي جاية. كمان ما ننساش إن والتر بواليا النهاردة بينضم للمنتخب، منتخب بلاده في الكونغو. علي معلول سافر، صحيح مش هيشارك بس عشان عنده إصابة،
ولكن هو لعيب كبير جدا النهارده في تونس. إليو ديانج بينضم لمنتخب مالي، ودي برضو حاجه تخليك تشعر بالطمانينه انك انت النهارده مطمن على فريق الاهلي في ظل الاسماء الكبيره دي اللي احنا عمالين نتكلم عنها وموجوده في الفريق. من ضمن الاسماء دي في نجم يستحق ان احنا نوقف عنده ونديله حقه، لان انا بشوف الحقيقه انه مستواه رائع، مش بس في المباراه اللي فاتت، لا كل اللي قدمه مع النادي الاهلي. طبيعي جدا ان انت تطلع وتنزل يعني، بس هو هيظل صاحب القضيه. ممكن محمد قفشه، محمد مجدي قفشه الحقيقه اللي اعتقد انه من افضل صانع العاب في تاريخ مصر في الوقت الحالي، وعليه امال وطموحات كبيره جدا سواء بقى من الجهاز الفني او المنتخب. انا مش بقول الكلام ده من فراغ او تحيز، ولكن دي الحقيقه. قفشه منور جدا مع الاهلي، واللي يثبت ان قفشه منور الحقيقه ان النهارده صفحه دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه الافريقيه التابعه للاتحاد الافريقي لكره القدم كاف بتختار قفشه صانع العاب فريق الاهلي ضمن افضل اهداف الجوله الرابعه من بطوله دوري ابطال افريقيا. وكان قفشه طبعا انتوا عارفين انه سجل في ثلاثيه الاهلي ضد فيتا كلاب الكونغولي، وكان ده طبعا في كنشاسا، كانت اجواءها صعبه جدا، انتهت بثلاثيه تاريخيه للنادي الاهلي كان منهم جون لقفشه. وانا اعتقد برضو كابتن هاني، ما اعرفش طبعا، اكيد هتوافقني في الراي ده، هو طبعا ان موسيماني مأثر في اداء وتطوير محمد مجدي. بص، ما فيش شك طبعا قفشه بيمر بمرحله، يعني مرحله جيده جدا جدا في حياته، واعتقد لسه قفشه كمان عنده الكتير اكيد. لكن طبعا على المستوى الفني، وزي ما بنتكلم دايما ان المدير الفني بيكون ليه بصمه، ويمكن حضراتكم تفتكروا كمان من مباراه الوداد قد ايه بعد الهدف اللي احرزه قفشه في الهدف الاول في الوداد في النسخه الماضيه، جري على موسيماني في علاقه احترام، وعلاقه يعني علاقه طيبه جدا، مش ما بين موسيماني وقفشه بس، بكل اللعيبه، لكن على سبيل المثال تطور اداء اللاعبين ده من خلال هو نفسه كلاعب بيطور نفسه وبيطور اداؤه من خلال التمرين، من خلال الالتزام. كمان على المستوى الفني اكيد المدير الفني ليه دور كبير جدا، نشوف ده بتحركات قفشه، نشوف دوت في كمان قفشه يمكن بقى من السكورر، بقى من هدافين النادي الاهلي، والنهارده بيحقق 5 أهداف في البطولة الأفريقية، بيعادل نجوم كبيرة جدا جدا. لكن طبعا موسيماني أكيد له دور كبير جدا جدا. طبعا حضراتكم عارفين إن في راحة سلبية دلوقتي، يعني في راحة سلبية لفرقتنا بعد طبعا ما رجعت من المباراة الكبيرة أمام فيتا كلاب. إن شاء الله بإذن الله لعبتنا هتعود للتدريبات يوم الاثنين اللي جاي. الله بقى بتستعد كمان لملاقات المريخ السوداني يوم 3 ابريل، يعني كان في تغيير شويه في كان المفروض يوم 2، لكن يمكن الكاف قال المباراه هتكون يوم 3. النادي الاهلي حصل على راحه سلبيه، وده من حقهم تماما، وده شيء ايجابي جدا جدا. قرر بيتسو موتسيماني المدير الفني يعني اعطاء هذه الراحه لمده 5 ايام. ان شاء الله باذن الله يعود النادي الاهلي للتدريبات يوم الاثنين اللي جاي. حضراتكم عارفين ان في توقف على مستوى الدوري طبعا بسبب الاجنده الدوليه وارتباطات منتخبنا الاول مع مباراة طبعا كينيا وجزر القمر، وكمان على مستوى المنتخب الأولمبي واستعداداته لأولمبياد طوكيو إن شاء الله في يوليو اللي جاي. وبالتالي إن شاء الله كان في راحة سلبية، إن شاء الله تكون يعني اللعيبة تستفيد من هذه الراحة بشكل إيجابي وترجع تاني استعادة بقى النشاط، وإن شاء الله تجديد الطموحات، ويعني كمان يبقوا جعانين كورة بلغة الكورة كده، بيستعدوا كمان لمباراة في اعتقادي كمان مباراة مهمة جدا أمام المريخ إن شاء الله يوم 3 ابريل، ويزيلوا بقى التوتر بقى والإجهاد على الفترة اللي فاتت، يعني والتوتر العصبي اللي حصل الأيام اللي فاتت. لكن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم النهاردة كان بيعلن عن أنه الخميس هيعلنوا عن مباريات الجولتين 5 و6 للنسخة الحالية من بطولة طبعا دوري أبطال أفريقيا، بحيث هنا أنه من المقرر الأهلي هيخوض مباراته زي ما كابتن هاني قال على ملعب المريخ في السودان يوم 3 ابريل اللي جاي، طبعا هتتلعب الساعة 3 بتوقيت القاهرة، وده طبعا ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دوري الأبطال. لكن فيما يخص بقى النادي الاهلي في الجوله السادسه طبعا قدام سيمبا التنزاني، ان شاء الله يكون فهيلعب ان شاء الله يكون ده على ملعب استاد القاهره.
القاهرة، بحيث هنا كاف حدد موعد المواجهة دي ما بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 9 إبريل برضو الشهر اللي جاي، وهتكون الساعة 6 مساء بتوقيتنا هنا في القاهرة، وده نفس الموعد اللي هيقام عليه لقاء فيتا كلوب وأيضا المريخ السوداني. صحيح، هي دايما أعتقد المباريات في الجولة، يمكن دي في الجولة الأخيرة دايما بتكون نفس المباريات في نفس التوقيت اليوم. لكن إن شاء الله بإذن الله يكون النادي الأهلي حاسم الموضوع بشكل كبير. عندنا مباراة مهمة أمام المريخ بإذن الله يوم 3 إبريل برضو الساعة 3 الظهر، خلاص ما بقاش يهمنا بقى نلعب الساعة 3، نلعب الساعة 9. أولادنا لما بيكونوا مركزين وعندهم إصرار بيحققوا نتائج كبيرة جدا. نعدي مباراة المريخ بإذن الله بفوز كويس، وتكون إن شاء الله مباراة سيمبا اللي هتوصلنا إن شاء الله للصدارة دي هتكون إن شاء الله يوم 9 إبريل الساعة 6 الظهر إن شاء الله في استاد القاهرة بإذن الله. مجدد الترحيب بحضراتكم في البيت الكبير. الفقرة الحوارية الأولى مع الناقد المتميز الأستاذ محمود صبري، رئيس القسم الرياضي ومدير تحرير جريدة الأهرام، اللي دايما بيشرفنا في البيت الكبير وبنستفيد من آرائه جدا. مساء الخير عليك يا أستاذ محمود، وحشنا. منور الدنيا يا كابتن. أنت اللي منور والله. الله يخليك يا كابتن أحمد. الحمد لله متفائل النهارده وبتضحك. الأهلي بيكسب بتضحك. طبعا. نقول لك اولا طبعا مبروك على يعني فوز النادي الاهلي. هنتطرق لموضوع النادي الاهلي وملف النادي الاهلي والفوز الكبير والمهم والصعب على فيتا كلوب ان شاء الله. لكن النهارده الكابتن حسام البدري اعلن القائمه، قائمه المنتخب ان شاء الله لدخول المعسكر باذن الله بعد بكره لاداء مباراتي كينيا وجزر القمر. شفت القائمه ازاي يا استاذ محمود اجماليا الاول؟ لا ابدا، هي القائمه انا يبدو من فتره كده نفس التوقعات اللي دارت فيها الرؤيه بتاعت الكابتن حسام، ان هو اختار الناس اللي هو شايف ان هو يقدر هيأدوا له المباراتين المهمتين جدا، مباراه كينيا في كينيا ومباراه العوده مع جزر القمر. هو شايف نفس الاختيارات، رغم ان انا شايف في يعني حاله من يعني دوشه شويه. طبيعي، خلي دوشة امر طبيعي جدا يعني، وانه مش يعني من وجهه نظري واللي انا اعرفه واشوفه انه مش مطالب المدير الفني يطلع يقول انا اخترت محمد عشان خاطر هيعمل 1 2 3 4 واخترت حسين عشان هيعمل 3 4 واخترت فلان عشان، لا ده امر طبيعي جدا. هو بيبقى تكوين المنتخب طول عمرنا يعني عارفين بتبقى المنتخب عنده مثلا 40 او 45 او 50 لاعب، دول بيدور فيهم فلك الاختيارات الجهاز الفني على المدار طول عمرنا بنشوف الكلام ده. صحيح. يبقى عندك حيز كبير بتختار منه اللي بيأدي لك المرحله دي. انت ممكن شايف المرحله دي ممكن مثلا كابتن هاني مش يعني لا مش المرحله دي مش بتاعته، والمرحله الجايه ممكن يكون افضل لي. انا دلوقتي عندي مباراتين اربع ايام واربع يعني مساله صعبه، اختيارات وممكن نقف عندها ونتكلم، لكن في الاخر هو لا يتحاسب وهو المسؤول، وانا حضرتك المسؤول ولا انا ولا الناس اللي طبعا من حق الناس كل واحد عنده طموح يبقى في منتخب بلده. لكن ما اعتقدش انه حسام البدري مش من صالحه انه هو يدخل في اختياراته مثلا العلاقات الشخصيه والانسانيه، ما اعتقد لا يعني امر لا طبعا كابتن حسام يعني طبعا هو بيشتغل فني بشكل كبير، بيشتغل فني كبير وبعدين هو عنده هدف طبعا هو مش يعني الوصول كمان لأمم أفريقيا، لا ده تكوينت المنتخب نفسية ونسيج المنتخب وتكوينته، ولأنه كمان عنده ممكن هنقول كلام ممكن تحصل له مفاجأة فما يجيش المحترفين في ظل الظروف اللي احنا شايفينها، ويقول لك باسبوري ضاع ويقول لك مش عارف ايه، كل ده كلام برضه. والإصابة حرمت يمكن أحمد حسن كوكا بالرغم أن أحمد كان ماشي بشكل أكتر من رائع، وأنت شايف صلاح برضه في مع ليفربول برضه في كلام كتير داير حول المرحلة دي. فأعتقد أنت النهارده بعد الاختيار ده في عندك حوالي أكتر من 15 لاعب خرجوا من الدايرة، منهم جزء راح المنتخب الأولمبي وفي ناس إصابات وفي ناس يعني هم المدير الفني شايف أنه مستواهم أقل ومش معاه المرحلة دي. الإضافات الجديدة ممكن أبرزها مثلا تقعد تتكلم قصاد مصطفى فتحي بعد انضمامه لاسمه أحمد ياسر ريان، بعد انضمامه للسيراميك كليوباترا خلاص انت عندك كمان يعني بره اللي انت عارف في 8 لعيبه من النادي الاهلي وخمسه من الزمالك وخمسه من بيراميدز. لو خدنا بعيد عن الاهلي والزمالك، لو مثلا اتكلمنا على بيراميدز، خمس لعيبه من بيراميدز، عمر جابر بتتكلم على كمان اسلام عيسى، بتتكلم على محمد فاروق، بتتكلم على احمد ايمن منصور، بتتكلم كمان يعني على جبر علي جبر، لا كمان مش على علي كمان جبر. عندك علي جبر فخمسه يعني. هنقول لك صوره الناس والناس بتتكلم في يعني في انهي سكه بالظبط، يعني الناس بتقول
في بعض الاحيان طب اسلام عيسى على المستوى الدولي يعني ما عندوش خبرات كتيره، ممكن كان يخش عنصر او اخر بدل اسلام عيسى على سبيل المثال. بنيجي على مثلا حراس المرمى انت عارف ان فترات كانت مش بعيده كان مثلا ابو جبل هو اللي بيلعب وكان اداء مميز، لكن رجع قعد وبيلعب دلوقتي جنش. فالجزئيه دي انت شايفها ازاي؟ الاختيارات خارج الاهلي والزمالك، شايف كان في عناصر كان ممكن تخش بدل عناصر، ولا انت شايف القايمه بالظبط زي ما يعني قايمه مثاليه لمباراتي الكينيا؟ بص احنا مش عاوزين ناخد في جزئيه الاختيارات زي ما قلت لحضرتك، وانت برضو حضرتك ليك وجهه نظر تحترم. انت كمدير فني لما بتختار بيبقى عندك حساباتك، اللي انا ممكن طبعًا اكون كمشاهد من خارج المربع يعني المستطيل الاخضر انا مش شايفها، هو انت شايفها. يعني لما اقول لك انت اخترت ليه فلان وطلعت فلان، حسام بدري اكيد بيسعى ان هو ينجح ويوصل للهدف اللي هو عوده المنتخب للمشاركه في امم افريقيا بصوره. ثانيا تكوين منتخب، لانه عندك الوقت الضيق خلاص، انت كمان انطلاق تصفيات كاس العالم 2022 خلاص على الابواب. هل معنى الناس اللي خرجت دي والناس اللي زعلانه، هل معنى دي خرجت من حسابات حسام البدري وخلاص يا جماعه؟ لا ما خرجتش، بس هو ممكن شايف دول في الفتره. ممكن ان اقول لك على حاجه، عمر جابر ثابت مع المنتخب برغم انه مع بيراميدز برضو مش بالصوره اللي انا شايفها، او يعني عمر عنده خبرات وبيلعب يعني مثلا يعني ممكن تيجي تقول تتكلم انت على الجزئيه تقول عمر جابر، لكن مع بيراميدز من العناصر الاساسيه لكن مع المنتخب انا لو اتكلمت عنه برضو مش شايفه يعني لعيب عنده خبرات، لكن برضو مش شايف في ناس تانية، في لعيب يمكن خده الكابتن شوقي. ما ده اللي هتكلم فيه ان بعض الناس يعني لازم تعرف ان في تنسيق ما بين الكابتن حسام البدري والكابتن شوقي غريب. يعني ممكن وارد جدا، ويمكن الكابتن شوقي غريب قال كده الاولويه للمنتخب الاول طبعًا. يعني هو بيقعد مع الكابتن حسام، انت كابتن حسام حضرتك تختار مين من ضمن تشكيله المنتخب الاولمبي اللي هم يعني المنتخب الاولمبي اللي هم تحت 23 سنه، والله يقول له طب انا عايز 1 2 3، يعني انا عايز احمد ياسر ريان، فاحمد ياسر ريان متواجد مع المنتخب الاول وبالتالي مش متواجد مع المنتخب الاولمبي. وبعض العناصر كده يعني بعض العناصر ممكن تخش، كان الكابتن حسام البدري هيستعين بيهم لولا ان الكابتن شوقي غريب او هم موجودين، او العكس. مصطفى محمد لعيب كبير جدا، اصلا هو لعيب منتخب اولمبي، ولكن تالقه ووجوده في جلاتا سراي طبعا الكابتن حسام البدري بيستدعيه، وبالتالي التنسيق ده تم. وبناء عليه زي ما حضرتك بتقول، مش معنى ان القايمه ديت خرج منها بعض اللعيبه انها خارج نطاق الاختيار اللي جاي يعني، او اللي بعد اللي جاي ان شاء الله يعني. يعني بص حضرتك، يعني مثلا محمد عبد المنصف مثلا، نتكلم في حرس، نبدا في حرس المرمى. تمام، نبدا في حرس المرمى. محمد طبعا معموله حاله على السوشيال ميديا ان هو كان يستحق بصوره او باخرى، لكن هو حساباته يجيب لاعب عدى السن ولا بيكون منتخب جديد؟ برضه اسالك حاجه، هو انا هاخدك منتخب عشان اكرمك، ولا انا يا جماعه ببني منتخب؟ ما دام ده لا يعد تقليل من محمد عبد المنصف. يعني محمد عبد المنصف عامل اداء جيد جدا مع دجله، خلاص. هل معنى عدم ضم ان انا يعني شايف محمد عبد المنصف كذا؟ محمد عبد المنصف دخل فتخت حاجه و40 سنه صحيح، يعني برضو من الحسابات برضو يعني. واعتقد انه في حاجات مش محتاجه تبرير من البدري بقدر ممكن تبقى محتاجه علاقات انسانيه. يعني انت بعض الاحيان ممكن اكون انا شايف انك انت بقيت 41 42 سنه ولعيب ماشي، كل الناس شافاك في الدوري، لكن شايف في المنتخب ان انا مطالب بان انا اجدد دماء المنتخب بشكل حتى متوسط الاعمار يبقى عندي 25 24 26 سنه. هل ده عدم الاختيار يطعم في كفاءه مثلا وخبره محمد عمس؟ لا ما بيطعمش، لكن دي وجهه نظر اداره فنيه. انا معاك. طب خدتك التجميعه دي يا كابتن، وجيت قلت ايه؟ الناس بتقول لك محمد بسام هقول محمد بسام بيأدي مع طلاع الجيش، وعشان تراجع النتائج اقول مثلا محمد بسام مش كفء. هو ليه حسبته؟ لانه هنا عندنا غايب مين؟ ابو جبل.
انا ابو جبل بكره وبعد مش هيبقى موجود. ما هو لا طبعا هو برده جزئيه والله يكون فاون الكابتن حسام. هو طبيعي المنتخب اللي بيلعب قدامه هو ده اللي بيقيمه. انا بكلمك اهو ابو جبل كان ماشي بشكل كويس بصراحه باكتر من رائع مع نادي الزمالك الفترات اللي يمكن قبل ما يخش جنش. لكن ناس بتقول لك طيب على سبيل المثال طب ما كان مثلا خد عمر رضوان مع المنتخب الاولمبي. طب ايه المانع انه يدخل عنصر صغير مع محمد الشناوي؟ مش بيلعب وبيقدم مع نادي الزمالك. صحيح انا بنقل لك وجهات النظر مختلفه. يعني عبد المنصف في حاجات انت عندك في المنتخب في حدك في المنتخب الاولمبي عندك عمر رضوان ومحمد صبحي ومحمود جاد وعمر صلاح ومصطفى شوبير. ده عندك خمس حراس مرمى. هنجيب المنتخب كله حراس مرمى هنيجي للمنتخب. انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه. هنا ابو جبل هنا ابو كنت ممكن تاخد واحد من الخمسه بتوع المنتخب. ممكن قصدك تاخد واحد من الشباب من الشباب يبقى موجود مع الفريق الاول لان على الاقل حتى لو مش هيلعب ياخد خبرات هيتمرن مع الفتره صغيره شويه. لكن اجواء المنتخب برضو شباب ومدوره كبروا يا كابتن. يعني عامر لا عامر ماشي بشكل يعني كام 28 او 29 لا عامر برضو اعتقد معدي ال 30 لكن عبد المنصف 44 سنه 44 سنه. طيب انت هنا ايه نازل بالمستوى السن. هل انا لو انا اخترتك النهارده وخدتك معايا المرتين كان ممكن تبقى في حسابات كمدير فني انك تاخد حد بتكرمه ولا انت بتبني وبتجهز؟ انت ما بتكرمش انت بتاخد على حسب. انا بكلم بصوت برضو الناس يعني شويه. انت بتاخد على حسب الاداء بتاخد مين الافضل في المرحله ديت. يعني مين الافضل في المرحله ديت مرحله الاختيارات دي لماتشين مباراه جزر القمر وكينيا. مين الافضل في المرحله دي على مستوى حراس المرمى في مصر؟ هل محمد هو عبد المنصف طبعا يعني على المستوى الفني على المستوى بيقدم. انا بقول لك بيقدم بشكل كويس صحيح. وكان يستحق على الاقل من وجهه نظري ان ضمه للمنتخب في الفتره دي اللي هو شاف يعني الكابتن حسام والجهاز الفني بتاعه شايفين الحدوته كان يعني يبقى نوع من انواع التكريم ليه على جهده. لانه محمد طبعا اتعرض فترات صعبه جدا صحيح. لكن عاوز اقول ايه المساله الغريبه انه الاسر والاقارب بدا يدخلوا طرف في الموضوع. يعني لا يعني ايه لو انت ما اتخذتش يطلع بقى اخوك وابن عمك وقريبك وبتاع كله يطلع يهاجم مين على لا ده على فكره دي ظاهره في منتهى الخطوره ومش موجوده في اختيارات المنتخب. ده موجوده في الانديه واحنا مش عايزين نتكلم عنها لان احنا عارفين كل واحد معاه اخوه بيلعب في فرقه من الفرق الكبار او حتى الصغيرين معاه اخواته قرايبه كلهم بيشجعوه طبعا من الصارح لو حصل اي حاجه تقصير وعندنا قصص وحكايات في الموضوع مش عاوزين نخوض فيها دلوقتي. لكن انا كنت شايف مثلا من وجهه النظر انه هو الراجل عنده وجهه نظر انا بحترمها لكن كان على الاساس محمد عبد المنصف ممكن يبقى يدخل في التجميعه دي في الفتره دي على الاقل. لانك انت برضو وانت مسافر هتيجي هتختار 23 عامر كمان عنده 34 سنه يعني مش يعني طب انا بقول لك عامر بالنسبه لحراسه المرمى برضو رقم 34 برضو يعني كبير برضو كبير بس على فكره انت عارف ايه موضوع تجربه الحضري عملت مع الفارق ان حضري يعني ربنا منحه التوفيق وهو حافظ على نفسه صحيح. الوضع مختلف على فكره لكن كان نوع من التكريم لعبد المنصف قبل اخر مباراتين في كاس الامم. يعني هتبقى حتى انسانين على المستوى لكن هو الراجل خلاص وجهه نظره احنا هنحترمها. اختياراته بقى بنحترم طبعا كل اختياراته لكن اختياراته هي مناقشه في وجهات نظر لكن هو يعني عبد المنصف كان يستحق بعد ظهوره بشكل يعني مميز في الفتره اللي فاتت انه يبقى موجود في ايه؟ ما بين الاربعه. خاصه ان وانت في لما بتسافر بتاخد كام من الاربعه؟ تاخد ثلاثه. بتاخد 23 لاعب على الاقل في ولا 18 بتاخد 23 يبقى عندك ثلاث حراس مرمى و20 لعيب دول يعني ناس كتير هتطلع منهم. يعني في ناس كده هتجي كده عند التجمع الاخيره اللي هو التدريب هيبدا يوم الاحد بعد كده خلاص استعد للسفره تلاقي يعلن قائمه المباراه كذا هم اللي هيرجعوا من مثلا من مباراه كينيا هم اللي هيكملوا في مباراه جزر القمر الا اذا حصلت اي اصابات او حصل يعني صحيح. ماشي الكلام ده لكن باقي العناصر يا كابتن هاني اختياراتها يعني ايه منطقيه لكن ايه الاضافات الجديده؟ ايه الاضافات الجديده؟ مثلا احمد ابو الفتوح او احمد فتوح احمد فتوح هو لاعب نادي الزمالك لاعب نادي الزمالك في الباك ليفت. في عندك مصطفى محمد لا مش مصطفى محمد قصدي مصطفى فتحي خلاص عندك احمد ياسر ريان مظبوط محمد شريف
لا محمد شريف لعب بمباراه توجو. لعب مباراه توجو. طبعا وسجل فيها. خلاص. لا انت بتتكلم على يمكن العناصر الجديده في اسلام عيسى كان متواجد من فتره عيسى. لكن اسلام عيسى يعتبر يمكن زيزو كمان لاعب نادي الزمالك. ما برضه ممكن يكون واخد حاجه مثلا. يستحق يعني. انت عندك كام لاعب محترف في التشكيله؟ خمسه. بتوقع الخمسه يجوا؟ متوقع الخمسه يمكن احمد حسن كوكا للاصابه. ما خلاص احمد حسن كوكا بره. انت بتوقع الخمسه يجوا؟ والله ممكن يجي. ممكن يقول لك ايه؟ ممكن النني بيقولوا اعلن ان هو جاي. لكن ما تضمنش مثلا ظروف محمد صلاح هل جاي ولا مش جاي. ما تضمنش بعد مصطفى محمد بعد ما اعلن انه الباسبور بتاعه ضاع ومش عارف ايه. وده برضو حاجه غريبه جدا يعني مش فاهم يعني تعلن باسبورك ضاع. مسائل جدا من السفاره تبقى عندك وثيقه وتطلع صحيح وتيجي تعمل صحيح صحيح يعني مشكلة برضو مش مشكله. معرفتوا اتسرق ازاي والكلام ده. حجازي عندك احمد حجازي. في بعض يعني بعض الناس بتقول في صعوبه ما بين يعني الطيران من مصر الى السعوديه يعني عشان فترات الظروف اللي احنا عارفينها اللي ممكن تبقى مشكله فما فيش دايركت فلايت فممكن تبقى الاختيارات دي كلها تحسبا انه تحصل مفاجآت او تحصل اعتذارات بشكل او باخر. طب ما مفاجأة بالنسبه لي ان هو ده يعني بص كده وشاف انه ياسر ابراهيم مستواه في الفتره الاخيره زاد كويس جدا. يعني ده دليل على انه متابع برضه. اكيد متابع. اكيد يعني اكيد متابع. ده دليل على انه متابع ومركز. يستحق بصراحه يعني. يعني ياسر ابراهيم عامل شغل كويس جدا وبرضه دفعه معنويه ليه يعني في الفتره الحاليه. صحيح. فاعتقد الاختيارات بعيدا عن كل الكلام اللي بيتقال انه ايه؟ انها منطقيه في ظل الظروف، في ظل موسم متلاحم، مباراه كل ثلاث ايام، ماشي، اصابات، تراجع مستوى البعض. طيب احنا بنقول انه ده كمان مش عاوزين نتكلم على الناس الثانيه اللي هو سبع المنتخب. انا مش هتكلم منتخب كان بالنسبه لك مفاجاه مثلا او كنت متوقع انه مش هياخد مروان محسن رغم ان مروان على مستوى المنتخبات في السنين اللي فاتت كلها كان متواجد بشكل كبير ويمكن دلوقتي كمان بيأدي بشكل اكتر من رائع مع النادي الاهلي ورجع الثقه ورجعت اللياقه حتى الذهنيه لمروان. لو ضم مروان لن يسلم من ايه؟ من السنه النقد. طيب اللي هي ايه عارف انت ايه؟ ما تعوزش على حسابات سوشيال ميديا ولا حسابات لا لا إيه؟ لا حسابات سوشيال ميديا عشان ما تضحكش على بعض. طبعا السوشيال ميديا يعني خلاص اتصنفت وتعرفت يعني بشكل او باخر ولا الغالبيه اراء ممكن يقول لك انا عندي في المركز ده اكتر ما هو من عنده ما هو بس هو عمليه دلوقتي يا كابتن معلش كامل احترام لحضرتك جيبت احمد ياسر ريان دي مفاجاه بالنسبه لي برضه يعني احمد ياسر عامل شغل مع سيراميكا مش مختلف لكن كونه يبقى يمتلك الشجاعه انه يجيبه مع محمد شريف عامل شغل كويس جدا حسام حسن بجانب مصطفى محمد عندك مهاجم المنتخب مهاجم المنتخب معروف مصطفى محمد يعني عنده ثلاثة هو لما هيجي يختار القائمة يختار الثلاثة لا هيختار بجانب مصطفى محمد واحد أو اثنين لأنه حساباته هتبقى مختلفة في أنه يأمن مثلا منطقة خط الدفاع منطقة نص الملعب. طب ده أنت عندك في نص الملعب لما تيجي تبص عليها تقول عمرو السولية وطارق حامد وحمدي فتحي تريزيجيه محمد فاروق برضو محمد فاروق أنا ما شفتوش مثلا يعني برضو مختفي حتى يعني حتى مش زي السنه اللي فاتت مش زي السنه اللي فاتت السنه اللي فاتت كان متألق بصراحه متألق وعامل شغل كبير جدا برضه الاختيار برضه يعني برضه ليها حسابات برضه دي تتقال في حسابات برضه ايه؟ هل هو في حسابة المحترفين؟ او مثلا تريزيجيه ما جاش لانه بيلعب مثلا مكان تريزيجيه فلو تريزيجيه ما جاش ممكن فاروق بيأدي دي لانه بيلعب طرف يمين وطرف شمال ممكن يأدي له دي يعني كلها حسابات واكيد الكابتن حسام البدري ادرى بحساباته واللي قعد كذا مره وكان بيتابع المباريات بشكل كبير جدا وانا عارف وانا مريت بالازمه ديت وانا في المنتخب طبعا. دايما الاختيارات والقائمه عمرك ما هتقول في رضا كامل من كل الجماهير على القائمه لازم بيكون في انتقادات بس اولا واخيرا كل الناس بتدعم المنتخب اذا سيطر يعني 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 عاوز اقول للسوشيال ميديا رفقا يعني بالمدربين لانه مش المساله مش مساله حب كور بقدر ما هو انا شايف مصلحتي فين. ده حقيقي. انا ممكن انت كمشجع او حتى كمتابع ولو انت يعني خبير ودايس في الكوره ومفرغ نفسك فيها وبتقعد تتفرج يمكن هو ليه وجهه نظر احنا ما بنشوفها لازم هنشوفها في الملعب ولو ما شفناش في الملعب تبقى مصيبه. يعني مثلا الناس زعلانه على ضم احمد سيد زيزو شايفينه مثلا
اداء مثلا تراجع بشكل غير الموسم اللي فات ماشي، لكن انت احمد سيد زيزو من اللعيبه اللي صنعوا نفسهم واثبتوا جدارتهم. طب نجيب احمد سيد زيزو ولا نجيب اوباما؟ المساله ما بتتاخدش كده. ما ممكن يبقى عندي ناس موجوده في نفس مركز اوباما افضل من اوباما، او هل اوباما مش في داخل الحسابات؟ يعني هشيل زيزو وادخل اوباما عشان اقول ارض البعض؟ ما بتبقاش كده يا جماعه. هو الراجل شايف مصلحه المنتخب مع ناس برضو احمد سيد زيزو كان موجود فعاش وخلاص. مش هيجيب فتره مباراه كينيا، مباراه برضو مهمه، مش مباراه عشان الناس بس ما تروحش في دماغها بعيد، مباراه مهمه وتجربه مهمه جدا كمان، مباراه جزر القمر. فاعتقد انا هو العناصر اللي هو اضافها كابتن هاني تقدر تقول عليها مثلا اسلام عيسى، محمد فاروق كان مختفي فتره ورجع، احمد ياسر ريان، لكن باقي فتوح اللي هي دخلت هيبقى لها ايه؟ فتوح يعني شارك مع المنتخب الاولمبي وعنده. ما انا بتكلم، لا ده انا بتكلم عن المنتخب الاول ماشي. المنتخب الاول ما فيش شك. طب يعني فتوح لو كان مثلا لو كان عبد الله جمعه هو الاساس وبيلعب في الزمالك مكانه، هيبقى عبد الله موجود في الـ في الـ في في الـ في, الـ في التشكيله. فاعتقد ان هو برضو كابتن حسام ليه نظره مختلفه وشايف انه هم دول الانسب لتطبيق فكره. فمش عاوزين يا جماعه نروح لجزئيات احنا خلاص تعبنا منها والله. يعني سيبوا كل واحد يقدم شغله بقى كده نشوف النتيجه ايه. يعني لما نقول نتيجته كذا بقول له اختياراتك يا كابتن حسام شابه بعض المجاملات، مع ان انا بقول اهو لا هي مجاملات، لا مجاملات حسام يعني بدري اللي ما يعرفوش ما بيعرفش الكلام ده في شغله، لانه في الاخر هو اللي هيتحاسب وهو اللي في الوش مش لعيبه بس كمان. فاعتقد ان هو ليه وجهه نظر وشايف دول ان هم لا يدولوا. وانا بقول لك اهو في جزء كبير من دول مش هيبقوا موجودين معاه في الفتره اللي يعني اللي هيختارهم للسفر الى كينيا. بعض الناس تاني الاخر حاجه انا باخد برضو ودي معاك محمد ابراهيم مثلا. محمد ابراهيم عمل تويتر وقال فيها انا مصري. هل هذه يعني التعليقات من اللعيبه انا هاخدها في سكه تانية بعيدا عن الاختيارات، هل ده في صالح اللعيب ام بتبقى عليه علامه استفهام ام بيبقى ممكن على الضغط السوشيال ميديا في الفترات اللي جايه لو ماشي بنفس المستوى يتبص له؟ يعني الرياكشن نفسه غياب محمد ابراهيم عن القائمه ديت، اولا انت شايف كان يبقى جدير بوجوده في القائمه؟ ده سؤال. السؤال الثاني، هل ردود افعال اللعيبه، وده مش محمد ابراهيم بس، يعني في بعض اللعيبه كتيره جدا لما بيتمش اختيارها بينزل تويته او بيكتب على الفيسبوك او هذه يعني التعامل مع عدم الاختيار على الجانب البروفيشنال، هل ده صح؟ ده السؤال الثاني. وجود محمد ابراهيم كان مهم وتعامله في السوشيال ميديا ده سؤال لا ده خطير. ده دليل على انك انت يعني انك انت تلجا للسوشيال ميديا، انك انت تضغط على الجهاز الفني وبتقول او انت بتحرجه ده انا مصري. ها لا كلام مش عاوز اقول لك، خلي الملعب هو يعني الفيصل وهو الحكم. برافو عليك. لكونك انك انت تلجا للكلام ده، الكلام ده يا جماعه ما يعني مش عاوز اقول يعني عشان يعني مش ملمين بكل المتابعه بره وشايفين، اعتقد صعب جدا ان حد يطلع يقول المدرب الفني انت ما اخترتنيش عشان خاطر كذا، ما اقدرش اعمل حاجه زي كده، الوضع مختلف. يعني انا عايز اقول محمد ابراهيم عامل موسم مع كويس مع سيراميكا. عامل موسم كويس، بس القدرات بتبان فين؟ في المواجهات الكبرى. يعني ايه قدرات اللعيب؟ ما اقدرش احكم عليه في المواجهات المتوسطه، اواجه لما اشوفك بتلعب ضد الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي بشوف قدراتك انت عامل ايه تحت الضغط واللعب والمصري والكلام ده. فهل محمد ابراهيم خارج حسابات حسام بدري؟ لو شايف ان محمد ابراهيم هيفيده في المرحله دي ماشي. هو يعني محمد عنده يعني اصرار ان هو يعني يثبت قدراته، لكن حتى الان انا كمتابع يعني وبشوف لسه ما وصلش للمرحله اللي هو مطلوبه برضه يا كابتن. طيب انا هناقش حضرتك في نقطه مهمه بعيد عن الاختيارات. بنتكلم مثلا وهناخد على سبيل المثال محمد ابراهيم، كلنا متفقين ان محمد ابراهيم مع سيراميكا بيأدي بشكل جيد. وارد جدا ان الكابتن حسام البدري حاطط من ضمن الدايره الكبيره حاطط محمد ابراهيم. ما انا قلت لك ان هو من ضمن الحوالي، انا متفق معاك ماشي. وارد وطبيعي جدا ان يكون عنده اكتر من 50 لعيب بيختارهم في الفتره دي، بختار جزء اللي انا. هل ردود افعال اللعيبه اللي بتكلم عليها ان هو ممكن جدا ان الكابتن حسام بعد يعني بعد ما شاف التويتر او على السوشيال ميديا
يبعد شويه عن الاختيارات ديت، او يقول لا انت محمد ابراهيم بلاش تعمل كده، علشان انا لو جيت الفتره اللي جايه واخترتك هيقول لك ده اختار علشان ضغط السوشيال ميديا. فتعامل اللعيب استاذ محمود ساعات هو كمان بيضر نفسه، بيفقد يعني مساحه عند الجهاز الفني. يعني لو كانت عنده المساحه قريبه والمسافه قريبه ان هو قرب، بس اعتقد حسام البدري او اي مدير فني ادخل المسائل الشخصيه او حتى اللعيب قال جزئيه واخطا، لابد القريب مني بوجهه نصيحه انه مساله انك يعني مساحه فتوى ان انا مصري، لا انت مصري، بس يعني يا جماعه في ناس جهدها باين وواضح في يعني في لما كمتابع هو بيروح يتابع وبيتفرج. هل يعني مثلا لو اتكلمنا عن اسلام عيسى مثلا، اسلام عيسى قادم من المصري لبيراميدز، يعني لعيب مجتهد وبتاع، ممكن من وجهه نظري انا كمتابع شايفه انه مش لعيب الفز اللي يبقى في منتخب مصر، ولكن ممكن من وجهه نظر حضرتك انت شايفه كانت كمسؤول لادوار معينه، لادوار معينه انا عايزه هينفذها لي، وارد جدا. هل مطالب مني دلوقتي ان انا اقول اهاجم اسلام عيسى واقول لا مثلا ما اقدرش اقول كده؟ لا طبعا. لكن هي الاختيارات احنا بنتكلم ايه؟ لا مساله التقييم ان احنا يقيم، احنا قلنا انه في دايره واسعه وبتضيق وبنختار الجزء اللي هو الراجل بيشتغل عليه. يعني قلنا ايه؟ في نظره ممكن اقول انا ممكن اقول وجهه نظري يا كابتن حسام كان ممكن تاخد عن منصف وتعتبرها يعني اختيارك ليه ده نوع من انواع التكريم في مشوار وخلاص، يعني عودته انت بتديله دفعه وبتكافئه معنويا لو انت عايز، خاصه انك انت ما جبتش حد من عنده 20 ولا 25 كلهم سنه، كلهم فوق ال 30. يعني ايه دي وجهه نظر، خلاص انت ما اخترتش، خلاص وجهه نظرك برضو تحترم. لكن في انت اضفت ناس تانية، انت ايه مثلا في جانب مثلا زعلان في جماهير النادي الزمالك مصر زعلان على ان اوباما المفروض احق، بس خدت زيزو وما خدتش اوباما، يعني هو المساله تبديل اماكن ولا المساله مصلحه منتخب؟ مصلحه منتخب هل ده يقلل من انه اوباما، هل اوباما دخل منتخب قبل كده؟ ما دخلش منتخب قبل كده، يعني حد يعني اختيارات، فمش الوقت دلوقتي مش سامح ان ناخده عشان اضيف. لكن انا مثلا زيزو اظهر شكل مميز وثبات موجود في المنتخب بشكل انا مريت بالكلام دوت عشان برضو الناس تفهم، وعشان اللي مش شايف الصوره كامله، لما بنكون في منتخب احنا بنحط اسماء كتيره جدا، مثلا هنتكلم في 45 اسم، هنقول المعسكر الجاي من ضمن ال 45 مع المتابعه احنا محتاجين الفتره اللي جايه دول 25 اسم، ولسه موجودين عندنا جوه الدايره في 25 اسم لم يتم انضمامهم، لكن دول ليهم مرحله جايه، ممكن المرحله اللي بعديها ناخد. يعني ممكن جدا وارد ان اوباما في الصوره، وان اوباما لو ما تمش اختياره في الفتره ديت لا هو لسه ليه دور جاي. كذلك محمد ابراهيم بيأدي بشكل كويس، لكن الدور اللي شايفه الكابتن حسام او الاداره الفنيه محمد كويس بس لسه مش للماتشين دول، ممكن يبقى الفتره الجايه في اطار ان هو كمان يمشي كويس في الدوري، ده لازم يكون موجود. فخلينا نتكلم ان الاختيارات في مرحله من المراحل بتبقى يعني مرحليه، بتحكمها يعني بتحكمها ظروف معينه ومصلحه بالظبط. فانا مش عايز اللعيب بقى يخسر الحته دي. انا بتكلم ان محمد ابراهيم لعيب كويس قوي على مستوى فني اكتر من رائع، ونداء لكل اللعيبه لما يتمش اختيارك في المنتخب ما تطلعش تنتقد المدير الفني، لا ما تنتقدوش، لان وارد جدا ان هو انت موجود جوه الدايره بس انت مش شايف. عليك ان ترد ها وتحرقه داخل الملعب. برافو، هو ده ماشي، يعني هو ده المقياس الحقيقي، انك عليك انت تثبت وتقول له انا موجود بالظبط، وسيب الجمهور الكوره وسيب النقاد وسيب المتابعين يتكلموا انه لا انت ظلمت الراجل ده عشان ما اتخذش، لانه ايه ليه اقول لحضرتك الحاجه، تعال نتكلم على منطقيه انك انت في ناس ممكن تاخدها منتخب وتكون نجوم في الدوري وطلق الاداء بتاعها الشخصيه الدوليه هنا ماشي، ودي تجارب ودي حاجات كتيره مرينا عليها، لو قعدنا نعددها ونكتبها هنكتب كلام كتير عن ناس كانت مكسره الدنيا في دول وراحت منتخب ما ادتش بالشكل، لان ممكن ما اكتسبهاش من صغره، ممكن هو حظه قليل في المساله دي، ممكن هو ما اتحملش الضغط اللي موجود.
الحل ايه لو 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 رجعت الجمهور بقى الاستاد في 100,000؟ ما في قدرات الناس برضو مش واخده بالها. انت لو لعبت قصاد جمهور في لعيبه كتير مستواها هيختفي يا كابتن. كل الاجيال اللي في الخمس ست سنين الاخرانيين ما شافوش الجمهور الا ايه يعني اعداد قليله جدا، ما شافوش ال 100 وال 120 والكلام ده. فاعتقد انه اختيارات البدري من يعني اذا اتكلمنا على اضافه بعض الوجوه الجديده ولسه موقف المحترفين مش واضح، وهي اختيارات منطقيه. مباراتين مهمين جدا في وقت صعب جدا، خلاص على وشك يعني خلاص مصر يعني اقتربت كثيرا من وحسمت اعتقد يعني ان شاء الله بطاقه التاهل لامم افريقيا. لكن من وجهه نظري مش الهدف هو بطاقه التاهل لامم افريقيا فقط، هدف بيبقى عندك تشكيل ثابت منتخب مصر، عندك ملامح لانه عندك تصفيات تشكيل كاس العالم تشكيل اللي هي الاصعب من وجهه نظري. طيب اكيد تصفيات كاس العالم الاصعب، واحنا الحمد لله دلوقتي احنا في المركز الاول بثمان نقاط متساويين مع جزر القمر. جزر القمر عندنا جزر القمر جانا على ملعبنا، فان شاء الله ممكن تحسم في كينيا وعندك الفرصه انك انت تقدم مباراه كبيره في كينيا اللي اتعدلت معاك في مباراه الذهاب. صحيح. التشكيل عامة تشكيل منتخب مصر بقى عليه جدل كبير جدا، يعني ما فيش تقدر تقول كل 10 ممكن يحطوا تشكيل ب10 انواع مختلفة. يعني انت شايف من خلال اداء اللاعبين على مستوى الدوري واداء المحترفين تقدر تقول لنا التشكيل اللي ممكن كابتن حسام البدري يبدا بيه مباراة كينيا القادمة؟ في عناصر طبعا لا يعني لا غنى عنها، يعني انا هذاكر معاك وهقرا معاك عشان نحط التشكيل مع بعض. بص حضرتك حراس يعني المرمى الشناوي طبعا. يعني ايه ربنا يحفظه طبعا رقم واحد تمام. هيبقى هنا بقى محمد هاني وعمر عندنا بدر. محمد هاني وفي يعني على مستوى الباك اليمين في عمر جابر يعني انا هو احمد ايمن منصور احمد ناحيه الشمال يعني احمد ناحيه الشمال طيب. احمد بيلعب سردباك وبيلعب باك شمال طيب. لكن باك اليمين عندك محمد هاني وفي عمر جابر. انا اعتقادي لو جه احمد حجازي هيبقى احمد حجازي سردباك تاني ماشي والونش تاني، يبقى محمد هاني احمد حجازي الونش وباك شمال. باك شمال هتبقى ما بين في الغالب ممكن يبقى ايمن اشرف. طيب هو طبعا منتخب مصر كمان بيلعب 4-2-3-1، الاثنين الديفندر الموجودين عندنا في وسط الملعب عندنا طارق حامد، عندنا عمرو السوليه، عندنا حمدي فتحي. النني حجز مكانه، النني يعني حجز لو جه النني بمستوى رائع واداء رائع يبقى النني موجود. هيبقى هنا في ثلاثه، مين يلعب بقى جنبه جنب النني؟ انا بقول لك اهو في ثلاثه هنا هتصاروا مع بعض. انت عايز ايه بقى من اللي هتلعبه؟ اداؤه ايه؟ عنده ادوار هجوميه ولا عنده ديفندر قطع الكوره وخلاص وسلم واستلم؟ طيب دي الادوار بتاعت النني. النني دلوقتي لا ده لا ده انا بكلمك على الثلاثه. النني خلاص ماشي، انت عاوز واحد في ظهر النني واقف، عايزين اللي هو واحد من الثلاثه عمرو السوليه وطارق حامد وحمدي فتحي. بالظبط. طبعا طارق حامد هو محافظ على تشكيلته في الفتره اللي يعني الفتره اللي فاتت مش حاليا، لكن انا شايف برضو طارق مستواه في الفتره الاخيره في المنتخب في معناد الزمالك برضو قل، مش زي الاول لانه المركز ده متعب ومجهد وبياخد وقت. ايوه فاعتقد ممكن، بس يعني اعتقد انه هيبقى يعني رغم انه وجود حمدي فتحي والسوليه يعني بس اعتقد ان طارق حامد هيبقى موجود. بتقول طارق حامد على اساس ان يدي حريه انطلاق ليه؟ يدي طبعا ينطلق بس يعني طبعا. كمان حمدي يقدر يقوم بالدور ده وعمل بس حمدي ما انا بقول لك اهو. لكن تمام لو انت عايز انت ادوار هجوميه وحد خلاص انت شايف ان علشان النني يبقى طارق حامد تمام. على مستوى الاربعه اللي بيلعبوا قدام خلينا في راس الحرب الاول، انت شايف لو مصطفى محمد جه خلاص مصطفى محمد هو لو موجود يبقى مصطفى محمد خلاص. لو ما جاش مصطفى محمد هتبقى واحد من اثنين، يا احمد ياسر ريان يا محمد شريف. يا احمد ياسر ريان يا محمد شريف وحسام حسن بعديه تمام. خلينا نقول يعني ان مصطفى محمد يعني موجود. مصطفى محمد موجود خلاص هو خلاص الاساس. مصطفى محمد الثلاثه اللي تحت مصطفى محمد رقم 10 لا رقم 10 معروف قفشه طبعا. طبعا قفشه ها قفشه يعني يعني بامانه شديده محتاج يعني ايه لما بيبقى رايق وبتاع ما شاء الله دي ماشي كويس قوي كتير. هنا انت عندك اثنين الطرفين طرفين لو جه قائد الفريق لو جه محمد صلاح ان شاء الله يعني. باذن الله محمد صلاح يبقى هنا ايه عندك الناحيه الثانيه ممكن يبقى تريزيجيه
خلاص انت حليت. طب ما جيش صلاح وجيت تريزيجيه ماشي، ما جيش يعني جيت تريزيجيه مثلا او تريزيجيه ما هيردش فلوس او صلاح حصل، هيبقى عندك احمد سيد زيزو مظبوط، ويبقى عندك الناحيه الثانيه ممكن مثلا لو جيبها تريزيجيه يبقى خلاص يبقى انت حليت يعني. ما هو الناحيه الثانيه هيحل لك محمد فاروق بيلعب بيلعب الناحيه اليمين وناحيه الشمال. بص مصطفى فتحي هيبقى صعب انك تبدا بيه، ده اول تجربه دي مع المنتخب. او هل هو ممكن مثلا يغير طريقه لعبه؟ ولو مصطفى محمد ممكن يلعب محمد شريف مثلا على طرف، ما تعرفش. هل يلعب باثنين راس حربه؟ ما تعرفش. قالك محمد شريف في مباراه توج الاحرز فيها ما كانش بيلعب راس حربه، كان بيلعب طرف. انا بكلمك اهو، ممكن يبقى ايه في الحاله دي، هو نفس المعمل. انت شغلك مع توج، انت بغت توج صحيح، ها في الفراغات اللي انت استغلتها ولعبت عليها والسرعات او السرعات، ما هي دي بتحل لك مشاكل. صحيح صحيح، هو ده مجمل تشكيل منتخب مصر يعني. اعتقد انه هو ده الاقرب يعني كابتن حسام في الفتره. لما يقول لك المحترفين بيديك الوضع مختلف، بتبقى الاختيارات كمان محسوبه بالورقه والقلم وضيقه قوي، وبتبقى انت عارف عاوز ايه من اللعيبه اللي انت بتختارهم. 11 مباراه، يا ريت الملعب كان فيه 22 لكل فريق، كان بتبقى الوضع مختلف. لكن عاوز اقول ايه، بامانه شديده بتبقى ضغوط كبيره جدا على الاداره الفنيه وعلى المدير الفني في اختيارات اللعيبه. فعاوز اقول ايه، انه كل مدير فني بتبقى له حساباته، وكل لعيب بدل ما يشغل نفسه بما تقوله السوشيال ميديا او الكتابه عليها او توجيه رسائل، لا اوجه الرساله من المستطيل الاخضر واثبت وقول له انا اهو انا، وخلي النقاد وخلي المتابعين وخلي الجمهور هم اللي يدافعوا عنك، مش انت مش انت تلجا، لان هذه الاساليب بتقطع. خلاص باتت السوشيال ميديا غالبيتها تقطيع لاواصر العلاقات، يعني ايه كل واحد منفعل بحاجه فبياخد بيضرب كلمتين وبعد ما يقول كلمتين ويندم يا ريتني ما عملت كده. لكن انا عاوز اقول لك لا، الامور لا، اختيارات بامانه منطقيه فعلا، ومفيش افضل من كده، ومفيش حد يعني في الدوري يعني مكسر الدنيا هو ما خدهوش. لا هو هم دول الاقرب، واللي زعلوا بقول لهم لا يعني اكيد هيبقى لكم دور، يعني اعتقد ان حسام هيبقى عنده يعني اكيد. خلي ودايما رساله طبعا لكل اللعيبه، خلي الردود دايما تبقى في الملعب من خلال مستواك من خلال ادائك مع فرقتك، وهو ده الطريق الوحيد لوصولك لمنتخب مصر. كابتن حسام البدري عارف تماما انه بيشتغل يعني، وعنده قماشه واسعه جدا من لعيبه على الدوري المحلي، في لعيبه محترفين، كلنا ثقه في الكابتن حسام البدري بامكانياته الكبيره، وكمان ان شاء الله باذن الله يعني وصلنا ان شاء الله لامم افريقيا اللي جايه، وكمان الاهم ان شاء الله لكاس العالم 2022. هنكمل مع حضرتك، هنكمل مع ملف النادي الاهلي، نيجي للنادي الاهلي، لكن نطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا الرائع مع المتميز الناقد الكبير الاستاذ محمود صبري. اهلا بحضراتكم مره تانية في البيت الكبير والناقد المتميز الاستاذ محمود صبري. استاذ محمود، نادينا النادي الاهلي كمان انت عارف 8 لعيبه على مستوى المنتخب الاول، لكن كمان على مستوى منتخب الكابتن شوقي غريب المنتخب الاولمبي، في 5 لاعبين انضموا لقائمه الكابتن شوقي غريب، احمد مصطفى شوبير، احمد بيكم، عندك اكرم توفيق، وصلاح محسن، وطاهر محمد طاهر، وفي 5 معارين. يبقى كده 10. يبقى كده 10. طبعا المعارين كمان يعني على المعارين من النادي الاهلي عمار حمدي، بقول لك 5 كتير، احمد ياسر هم الجزار وعبد المنعم والعربي وعمار واحمد عبالي. صحيح صحيح، دول معارين دول عندك، يبقى الاجمالي تقريبا 20 لاعب من النادي الاهلي على مستوى المنتخبات، اذا كان منتخب اول او اولمبي. انا قلت لك ايه، ان احنا اتكلمنا قلنا انه الاعراض دي بتبقى فرصه للتجهيز، بتدي للاعيب اللي ما بيلعبش دي الفرصه انه ايه يكتسب الخبرات وينضج بالصوره الكويسه اللي في الاخر بتعود على الفريق، لانك انت لو حط عندك يبقى يعني مش هتشوف منه حاجه، لكن وجوده بره ولعبه قصادك ده شيء مهم جدا. اختيارات برضو كابتن شوقي قايمه برضو، اللي هي قايمه بتاعته اللي هي دول يعني ايه يعني قايمه منطقيه برضو. هو اختار يعني ممكن هو مثلا مع مثلا خسران هنا فتوح، احمد ياسر يعني مثلا مش معاه، مصطفى محمد مش معاه، ضمن المجموعه اللي لعبت كاس الامم الافريقيه بس يعني سابه من المنتخب، المنتخب خد اللي هو الجزء اللي هو عايزه. لكن هي دي كلها برضه في دائره اختيارات، انت لما بتيجي بقى تتكلم بقى على الاختيارات عشان اولمبياد طوكيو تبقى برضه الوضع مختلف، هتاخد مش عارف 18 لاعب ولا 23، قايمه صعبه جدا جداً. وهتبقى بص يعني صعبه خاصه بالاضافه الثلاثه اللي هو بيفكر ياخدهم، الثلاثه الكبار. انت بتفكر في مين؟ ما احنا قلناهم.
من الناو يعني. رغم ان لو جينا اتكلمنا منطقيه انا شايف انه ما دام بطوله كذا بتسيبها كذا يعني، حتى ممكن تديك فرصه انك انت ايه تكتشف مواهب وبتاع. لازم كان هدفك هو انت هدفك الاساسي انك انت ايه تحصل على ميداليه، فرصه انك انت تروح عشان ميداليه. صحيح. وده تبقى حساباتها مختلفه ومحتاجه شغل كبير جدا، لانه بطوله مهمه وصعبه وحكايات تضاف، واحنا مش اقل من نيجيريا ولا من الكاميرون ولا من غانا. الناس دي كان لها نتائج حتى في الاولمبياد، خاصه نيجيريا يمكن نتائجها اللي هي الاشهر والمعدات اللي عملتها كبيره جدا قدام البرازيل والارجنتين والكلام. لكن هي اختيارات منطقيه، هو اختار 32 لعيب، وبرضه عشان الناس تعرف يعني برضه كتير قوي. لا هو على فكره مش كتير للمنتخب، لانه في معسكر ومعسكر مفتوح، فعايز يشوف عدد كبير من اللعيبه. حضرتك عارف القائمه الاولى هتبقى في ابريل اللي جاي ان شاء الله، خلاص 50 لعيب يعني، لازم يبعت الاول لسه ب 50 لعيب، وبعدين يبدأ من خلال ال 15 اعتقد، من خلال ال 50 هيختار 23 23 وبعدين من خلال ال 23 هياخد 18، ويبقى في اربع لعيبه موجودين احتياطي ستاند باي يعني، موجودين لا قدر الله الاصابات قبل. صعبه قوي برضه. صعبه طبعا، الاختيارات صعبه والقايمه بتبقى صغيره فعلا. 18 ازاي يعني. 18 منهم 3 حراس مرمى يعني 15 لاعب. انت ممكن تحط حارسين مرمى وحارس يبقى معاك هناك يعني ممكن تدخله لا قدر الله حصل حاجه. فحسابات الاولمبيات مختلفه شويه لان القايمه قليله، وبالتالي 32 لعيب الكابتن شوقي عايز يبص. ومن حظوظ الكابتن شوقي غريب ان معظم اللعيبه بتاع المنتخب الاولمبي بيلعبوا في انديتهم وبشكل اكتر من رائع، كلهم مميزين بصراحه. انا يعني بقول لحضرتك انه ايه، ان انت بعد فتره من نضيب معيني المواهب او اللعيبه الجيده في الفتره اللي فاتت تعالت منها الكره المنتخب المنتخبين يعني المنتخب. صحيح. الاول وجود اللعيبه دي في حد ذاته ده شريان لتدعيم المنتخب الاول، برافو عليك. العنوان الاساسي خلاص منتخب الاولمبي بعد طوكيو، خلاص خلاص بقى منتخب الاول طبعا، هيحدد مصيره من مين؟ المنتخب الاول. كتير منهم هيبقى موجود، وجوه جديده وجوه جديده، مهم جدا مهم جدا. يبقى عندك ايه؟ انت كده يبقى عندك ملامح تستعين باي حد من الناس دي. اللعيبه دي عندها قدرات مميزين جدا، بس محتاج كل واحد فيهم بقى ايه؟ يركز بقى في شغله، ويبقى عنده هدف وعنده رغبه. ممكن الناس دي عندها فرصه ممكن تروح بره. نفسنا كمان على مستوى جزئيه بره دي بشكل مختلف، لان الدنيا يعني هنا اصبحت يعني انت لما تيجي تعدد تاكل عدد المحترفين وصلت لغايه 5 يا كابتن. انا ببص النهارده برضو من خلال كده رؤيتي حتى للقائمه للمنتخب المغربي، قائمه المنتخب المغربي تقريبا 28 او 30 لعيب، انت عارف فيها لاعبين من الرجاء ولاعبين من والباقي كله محترفين. اشبيليا بتتكلم على لعيبه بيلعب في الدوري الانجليزي في الدوري الاسباني. فانت تقريبا في اكتر من 18 19 لعيب محترف في دوريات اوروبيه بالمنتخب المغربي. حتى لو كانت انديه مش يعني مش صف اول ولا صف ثاني كمان. نعم. من الانديه اللي هم محترف فيها لعيبه. لا في لعيبه بتلعب في اشبيليا الاسباني، في جزء منهم مش في جزء في جزء مثلا تاني. بالظبط. لكن يعني ايه بس محترف يعني برضه يعني خد البتاع يعني. انا بقول لك مفاجات بالنسبه لي انه يعني عدم ضم بدر بنون يعني ايه، رغم كل الكلام اللي اتقال في الفتره اللي فاتت على الجزئيه دي، الا انه يعني برضه المدير الفني لمنتخب المغرب برضه دي وجهات نظر، ممكن شايف اللي تم اختياره افضل منه مثلا، شايفه لاعب محترف، شايف مثلا مش مقنع بالنسبه له انه يعني الدوري المصري يقدم له حد. لا ما احنا بنتكلم في نقطه مهمه جدا برضه يعني، من خلال كلامنا على الشكل الدوري وعلى محترفينا، احنا لسه بندور في 7-8 محترفين. انا حتى قائمه بتاعت المنتخب المغربي انت في اشبيليا، في ختافي، في سبورتنج، في ستاد رين، في انتر ميلان، بتتكلم على مالتا سبورت التركي، بتتكلم على كلوب بروج البلجيكي، واتفورد في الانجليزي، بتتكلم على فورنتينا الايطالي، بتتكلم انترلاخت فرانكفورت الالماني، بتتكلم على بنفيكا البرتغالي، بتتكلم على حكيم زياش في تشيلسي، بتتكلم على زكريا ابو خلال دوت في الكمار طبعا على مستوى الدوري الهولندي، بتتكلم على يوسف العربي اولمبياكوس، بتتكلم على يوسف النصيري في اشبيليا، بتتكلم على منير الحدادي في اشبيليا. يعني الاسماء ديت والانديه زي ما بقول لحضرتك ده لازم يوقفنا عند نقطه ان لازم موضوع الاحتراف اللعيبه عندنا
لازم يكون سريع ولازم. اختار كم لاعب يا كابتن؟ اختار 28 لعيب اعتقد. صح؟ يعني هو في يعني اختار 28 لعيب، ثلاث حراس مرمى عندك. منهم حارس مرمى الرجاء. حارس مرمى الرجاء انيس الزنيت. صح؟ بالظبط. اختار ياسر بونو طبعا، ياسين بونو طبعا حارس مرمى اشبيليا يعني. في من الرجاء خد حارس المرمى من وخد مهاجم من الوداد يحيى جبران طبعا. وايوب الكعبي كمان من الوداد. وخد مش عايزين نقول يعني مش عايزين نعمل مقارنه، منتخب مصر دائما وابدا هو المنتخب المرشح للفوز بالبطوله الافريقيه بغض النظر عن اسماء، ما احترمنا الاسماء المنتخب المغربي على مستوى المنتخب الجزائري بيمشي بشكل اكتر من رائع، لكن دائما وابدا المنتخب المصري المرشح الاول ايا كانت اسماء المنتخبات. لكن انا بتكلم على عدد المحترفين. لا انا بتكلم على عدد المحترفين اللي لازم الانديه المصريه كمان يكون في نوع من انواع. ولد صغير عنده 18 19 سنه ما تجيش تطلب من نادي لسه هيلعب مثلا في هولندا او هيلعب في سويسرا تطلب 7 8 مليون يورو تتشرط يعني تتشرط. بالعكس انت ممكن تحط عقود تجيلك. احنا ما شاء الله لغايه دلوقتي محمد صلاح بيدخل النادي المقاولين فلوس يعني والنني كذلك طبعا. فدي هتاخدنا ان شاء الله في حوارات جايه بالنسبه لان جزئيه مهمه جدا ان احنا ازاي مصر قاعده كبيره جدا من اللعيبه اللي بتحب الكوره قاعده واسعه 100 اكتر من 100 مليون وعدد المحترفين للاسف لسه لا يقارن بعدد صغير جدا بالنسبه مش عارف بالزبط. مش عارف انت تحل المشكله لانه الانديه الكبيره اللي زي الاهلي والزمالك الانديه برضو يعني انديه محترفه برضو عندها برضو بطولاتها والكلام ده مش عاوزين نقول يا جماعه انه في لعيبه في مصر بتاخد مرتبات ما بتاخدش في اوروبا في انديه كبيره مش انديه لا ده حاجه غريبه وتناقض غريب يخليك تقول طب هو فين المستوى يعني فين المستوى ولما يعني بعض اللعيبه مش عاوز اتكلم عشان بس ما يعني طب انا يعني بعض اللعيبه يعني الباص ما بيعرفش انا عايزك الملف ده ان شاء الله الاسبوع اللي جاي نتكلم فيه ازاي كمان ان شاء الله باذن الله بالنسبه لعقود اللاعبين بالنسبه ازاي مصر تطلع اكبر عدد من المحترفين عشان يبقى عندنا قاعده واسعه من المحترفين ان شاء الله. ده ملف هنتكلم مع حضرتك فيه. عايزين نتكلم عن النادي الاهلي والفوز الكبير على فيتا كلوب 3-0 وقد ايه الماتش ده كان مهم. قيمته ازاي على اولا كواحد من جماهير ومحبي النادي الاهلي، ثانيا كناقد رياضي بتبص بشكل مميز جدا للاداره الفنيه والمستوى الفني للاعبين. حضرتك انا قلت انا هنا وانا وحضرتك قبل الماتش قلت لك في الماتش اللي جاي ده هيبين معدن طينه ومعدن لعبه النادي ده حقيقي. بصراحه كتير جدا اتفاجئ بالمستوى يعني اللعيبه كان في حاله تركيز كان في شغل حتى البعض دلوقتي بدا يغير رايه في مين موسيماني من اسبوع كان بيقول لك ده كلام سلبي وكلام طبعا مش عاوزين نقوله لكن عايز اقول ايه هنا التركيز والاخلاص وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى كان حاضر مع الفرقه بصوره كبيره جدا. طريقه اللعب وتحركات اللعيبه الراجل يعني بدا مش عاوز اقول يعني ايه بدا يشتغل وبدا يفكر وبدا يعمل حاجات انت ما كنتش تشوفها. لاحظها حتى من مباراه الاسماعيلي. دايما لما بتعمل مباراه او شوط جيد في الدوري بتروح في السكه، لما عملت مباراه وشوط مميز قدام بيراميدز رحت كسبت الوداد هناك 2-0. لما عملت شوط جيد قدام الاسماعيلي وعرفت واسترجعت ذاكرت انك انت البطل. صحيح. وانك انت لا ازاي انا بيحصل معايا وازاي انا العب شوط زي كده انت رحت هناك كان مهم جدا. الملعب معروف انت عملت رقم انك انت اول مره نادي مصر يكسب بنتيجه كبيره جدا لان هو ده الاهلي يستحق انه يكون. بص انا كراجل كمتابع مش مستني في الاهلي شهاده من حد انك تقول عليا ان انا نادي اوروبي او نادي اقرب لاوروبا. لا انا مش مستني الشهاده. المفروض الاهلي يكون هو نادي اوروبي. هو نادي الاهلي هو اقرب ادارته سر قوته ده اقرب الانديه للاحتراف الاوروبي فعلا. صحيح. سر الاهلي مش محتاج مجامله من حد عشان يتقال انك انت كذا. انت المفروض تبقى كده الاهلي وتبقى احسن من كده. الاهلي ادارته هي مصدر قوته وجماهيره هي السر والدافع الحقيقي اللي انا عاوز اقول وبلوم على البعض اللي بيتغير وبيتفاعل وبينسى وبيندفع على السوشيال ميديا بكلام ما يصحش. مش دلوقتي لا في اوقات لابد ان الكل يقف في صف الفريق اللي يبقى داعم ليه
مباراه مختلفه ومفاجاه. طيب لما كسب الاهلي 3-0 بقى فيتا كلوب فريق ضعيف. طب لو خسر الاهلي 3-0 كان هيتقال ايه؟ هيتكون هيتقال على فيتا كلوب انه فريق ضعيف؟ يعني برضه عاوز اقول ايه؟ حاجات بتخليك انك انت تقف قدامها وتبقى مستغرب. يعني عاوز اقول تبقى مستغرب. طب ترضي ازاي؟ يعني ترضي باي منطق انك انت ترضي عشان تقول الكلام اللي انا يقنعك؟ الاهلي المفروض يكون احسن. الاهلي المفروض يكون احسن من كده. انا شايف ان المباراه مثاليه. واحنا حضرتك اتكلمنا مع بعض قلت لك ايه؟ قبل المباراه طبعا ما كانتش على قدر المسؤوليه. صح. وعندها الاصرار وانه الالتحامات طول عمر ميزه الاهلي في افريقيا وحتى على المستوى المحلي ميزته انه عنده قوه وشخصيه في الالتحامات واستخلاص الكره باقصى سرعه لما بيفقدها. لما انت اتحركت وتخليت عن نفسك وعندك القدرات اسلوبك في اللعب كان حصل اللي حصل ده. طب طب هاخد من جزئيه ثانيه. كلنا بصراحه كنا تحت ضغوط، حتى الجماهير يعني تحس انها تحت ضغوط، لكن كانت الضغوط الاكبر على موسيماني بصراحه. الضغوط الاكبر كانت على موسيماني، بدات الناس تشوف وتشوف هيتعامل مع المباراه دي ازاي. رايك ايه في الاداره الفنيه لموسيماني من خلال التشكيل، كمان من خلال والاهم من التشكيل الاداره الفنيه اثناء المباراه؟ شفت ده ازاي يا استاذ محمود؟ حضرتك هو يعني موسيماني مره تحس في المباراه في يعني عايز اقول لك ايه، امتلك المرونه التكتيكيه. برافو عليك. مره تلقاه 4-4-2 صح. ها مره تلقاه 4-2-3 يعني بص تلقى التشكيله هو لعب بكذا طريقه فعلا. ولما ياخد الثقه يا كابتن، احنا بنقول ايه يا كابتن؟ ثقه اللاعب في نفسه وايمانه بقدراته وانه عنده الملكه الفنيه انه يقدر يخلص. احنا قلنا ايه؟ انت بعض الاحيان كمدير فني بتبقى محتاج اللاعب اللي خلص لك الماتش. صحيح. خلاص؟ لما قفشه خد القرار خلص الماتش. يعني انت بتقول ايه؟ ما تخلص، يعني انت بتستني ايه؟ يعني انت المهاره الفرديه بتيجي بتديك بتريحك. طبعا. لكن لما تمتلئ اللاعب ما عندوش القدرات هنا تبقى المشكله. محمد شريف لما راح وخلاص خد قراره خلاص انتهى. لما خلاص ركبت الماتش حسيت انك انت محتاج بوالي، نزلت بوالي عمل لك اللي انت عايزه. مظبوط. يعني عايز اقول لك ايه؟ مزبوط. هو ده اللي احنا قلنا عليه من الاول. صحيح. قلنا يا جماعه بوالي صفقه مهمه وهيبقى اثرها مش دلوقتي، بس ايه؟ مساله الدفع بيه واشراكه كانت من وجهه نظري كان جانبها التوفيق الى حد ما، في ظل انك انت كان محمد شريف بصوره. لكن لا يوجد، مش عاوزين نخلي حد يوجهنا يا كابتن. لا طبعا. في صراع ما بين محمد شريف وبين الوالي الاهلي، مفيش الكلام ده. مش عاوزين نوصل ان في يعني ما يوصلش اللعيبه ان في صراع انا مين وانت مين. لا لا لا. وواليا نزر عمل شوط ما احرفش، لكن عمل اسيست رائع لطاهر محمد طاهر. طبعا يعني عايز اقول ايه؟ الاشراك والدفع والقدرات دي برضو قرار فني وتوفيق. يعني طب انت ممكن عندك شايف انت كمدير فني بتاخد قرار لكن جانب التوفيق يعني هتتحملها انت. انت اديت شكل مميز، اتمنى بقى خلاص يعني اتمنى انه تحافظ على المباراه. تعرف ان مباراه المريخ السودان مباراه صعبه جدا. صح. مباراه مش سهله. جزئيه اللعب في وقت يعني القيلوله او العصر برضه محتاجه برضه حسابات، مش النهارده، محتاجه حسابات قدام المناسبة الجايه. نفسنا برضه الناس عاوزه اقول يا جماعه نفسنا نشوف الدوري المصري تلعب في الفتره برضه زي دي. يعني اوروبا بتلعب مبارياتها برضه في الساعه 2 والساعه 3 البريمير ليج بيلعبوا. ايوه في اوقات كده. احنا زمان كنا نروح الملعب الماتش كان 3 الا ربع. احنا لعبنا ماتش في الاولمبياد الساعه 1 الظهر. ما انا بقول لك اهو، يعني برضه الماتشات لازم تدي خلال الموسم تدي على 3-4 ماتشات تلعبها في الوقت ده عشان اللعيب ما يفقدش حسيت انه لما يجي يلعب في وقت معين، خاصه لما بتروح افريقيا خلاص الجو مختلف. المدرب شوف قال ايه؟ شوف تصريحاته كشفت عن نيته. يعني هو اعتقد انه الاهلي هو اللي عاقبه انه ما يعرفش انه اصلا الشركه الراعيه هي اللي بتختار توقيت المباراه. ما فيش حد بيقدر يختار توقيت المباراه، توقيت ساعه المباراه. طبعا. فانا عاوز اقول لك ايه؟ انك انت اديت شكل وموسيماني عبر عن نفسه انه راجل عنده كوره وعنده بس ايه الوقت وضيق الوقت والظروف والتلاحم والكلام ده. لكن المساله طبعا يا جماعه لازم تاخد بال، مع كامل احترام، تدريب سان داونز مختلف عن تدريب النادي الاهلي. الاهلي عنده ضغوط رهيبه جدا على اي مدرب، كله باص حتى لو خطا لو حتى لمسه. كل عندنا عندك
50 60 مليون محلل وفني وراي واعمل وسوي وحط في الفلان، واللي قاعد ايده في الميه مش زي اللي قاعد في على دكه يعني. أوه. الوضع وتوفيق اللعيبه وحالتهم يوم المباراه وكل ده الكلام ده بيدخل في ايه؟ انت في مباراه فيتا هنا 12 فرصه منهم على الاقل 6 اهداف محققين وضربه جزاء وهميه، ده ايه؟ ده عدم اشوف التوفيق بقى. فانا عاوز اقول انه الراجل برهن بامتلاكه مرونه وغير وعد. الكلام ده محتاج ايه؟ محتاج انك انت تسير، محتاج انك انت تشتغل، محتاج انك انت اللعيبه تركز ماشي، وتحكي ما تفقدش الثقه في نفسك. الاهلي مؤهل بقوه مع كامل احترامي لاعاده تكرار ما انجزه في 27 نوفمبر ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله تكرار التسعه وتكون العشره باذن الله. ودايما المباراه المساله مش سهله، هتحتاج جهد وتواجب منافسات وهيبان بعد قرعه الثمانيه مختلف بعد قرعه الدور ال 16 وهيبقى احنا خلاص دور هيبقى فيه دلوقتي في قرعه يعني هتبقى قرعه بس عندك فرق كبيره ضمن طبعا يعني. هتبقى ادمان خلاص، هتخش بقى في مرحله ايه؟ في مرحله المواجهات بقى الصعبه اللي هي مباراه بقى مباراتين الكبار مع الكبار بقى والنادي الاهلي كبير يعني. فاعتقد انه ايه هتبقى الحسابات ايه مختلفه، بس انت بتادي وبتظهر شخصيتك ده مهم جدا وده الاساس وده اللي الاهلي اتعود عليه. طيب يعني هناخد ملف الاصابات في النادي الاهلي وخاصه يمكن في بعض الاحيان بتعطل شويه، عايزين نطمن منك برضو وعارف ان عندك اخبار كويسه، نطمن منك على اصابات الموجوده في النادي الاهلي اخر الاخبار ايه؟ ولنا خبر حلو بقى. اعتقد عوده وليد سليمان خلاص يعني اعتقد وليد سليمان في المرحله الجايه خلاص هيبقى موجود يعني، ممكن ان شاء الله يعني يمكن موجود معانا في مباراه المريخ هيبقى حاضر، لانه برضو على فكره غياب وليد يعني شوف انت وليد بعد عمل ايه اصابه كاس العالم على فكره وجوده لو كان موجود وليد في كاس العالم مونديال كاس العالم كان هيفرق بالنسبه لزمايله يعني بيفرق إيه؟ وجود الخبره والعنصر الخبره المهم بيدي دفعه وبيهدي وبيعرف يبقى ليه نظره مختلفه. اعتقد انت شوف اصابه علي معلول وتكرارها برضو دي الاهلي جه الوقت محتاج نقله جزئيه نقله مهمه جدا يا كابتن هاني في الجزئيه دي خلاص يعني حجم الانفاق الكبير جدا واللعيب اللي يعني بالتعاقدات الكبيره جدا لا محتاج وسمعنا على مدار الفترات اللي فاتت انشاء مركز يا جماعه خلاص الموضوع ده لازم موجود خلاص ده لازم ده ما بقتش مساله مباراه ولا مباراتين ولا كلام لا تكرار هذه المساله محتاجه فعلا الى البحث عن حل. استعانه لو وصل الامر استعانه بناس من بره مميزين تجيبهم تتعاقد معاهم تجيبهم هنا لا ده شيء مطلوب لانه دي حفاظ على ايه ده مستقبل الفريق وامكانيات كبيره جدا محتاج تعمل مركز طبي مميز الحاجات دي لازم تبقى موجوده لانه بص على الانديه الكبيره ايه عامله زي يعني ده مجموعه ده جامعه من الداخل وكليات وده مسؤول عن كذا وده مساله لا ده عمل جماعي كبير بيتم الحفاظ عليه زي ما انت تقول ايه الاهلي بعض الاصابات دي بيخليك تفكر الاهلي محتاج باك ليفت مستقبلا انا بقول لك لازم الاهلي يدور على باك ليفت من دلوقتي طبيعي لازم يبقى عندك صف تاني وتالت لازم تدور على دلوقتي اهو محتاج عندنا على فكره ولد كويس قوي في قطاع الناشئين يعني بيلعب باك شمال مواليد 2001 وكان بيتمرن مع الفرقه شويه محتاج بص موجود ده يطلع يطلع ياخد ويدفع بيه فترات لما تبقى ماتش أيوه في الدوري أيوه تخلصه ادي اشرك اجهز اجهز او عندي مباريات كاس اجهز صحيح مش يعني يعني بص بتدي فرصه مظبوط بتحافظ بيبقى عندك بدليل انك انت ظلمت بيكهام لما لعبته في مكان هو مش بتاعه الراجل مش عدلته بس ادى لكن ادى بشكل مميز طبعا لكن برضه اعمل حساب انك انت ممكن تبقى في مواجهات تبقى اصعب من كده لكن لما تاخد اللاعب اللي هو على عدلته وعلى طبعا وديته خبره وانت محتاج انك عاوزين يعني عاوز اقول لك ايه محتاج انك انت لما يبقى عندك 17 18 سنه ده بيبقى اساسي بره في اوروبا بيبقى الشباب والدفاع عند ولد لسه مواليد كام مواليد كام 2000 2001 مع المان يونايتد نزل في لعب في البريمير ليج يعني هو ولد عنده 20 سنه تقريبا يعني فتحنا وطلعنا ورقه وكتبنا نجيب لك لعيبه في الدوريات الاوروبيه 17 ده هالاند ده اللي مكسر الدنيا عنده 21 سنه انا بقول لك فانا عاوز اقول لك ايه لما يبقى عندك حاجه زي كده انت بتاخد بتجهز صح لكن المساله الاصابات ويعني اعتقد الملف ده بيحوي اهتمام كابتن محمود الخطيب نفسه ومحتاج يشوف ليه حل ومحتاج انك انت تدور على ايه الاسباب اللي بتؤدي الى يعني غياب
فترات كبيره بس جدا. الخبر يعني السعيد ان وليد ان شاء الله هيبدا تمرين مع الفرقه تمرين عادي خالص يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله، ودي عوده لعنصر مهم على الجانب على جانب الكابتن ككابتن وقائد للفريق، وعلى الجانب الفني كمان. نفتكر وليد لما كان بينزل حتى 10 دقائق ربع ساعه كان ليه قد ايه تاثير ايجابي. فكل ان شاء الله التوفيق، كل ان شاء الله المصابين علي معلول يرجع وناصر ماهر يرجع، وكل ان شاء الله لاعبتنا تكون على اكمل. ناصر ماهر خلاص احنا كمان برده هيبقى عنصر يعني برده مهم جدا، لعيب كويس قوي على فكره خلاص بيتدرب وهيخش كمان يعني جدا ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله كل لاعبتنا تكون يعني جاهزه يعني. طبعا هيبقى وضع مختلف، خلي بالك انت خلاص بتدخل دلوقتي خلاص يعني في ظل تدخل بقى بص منتخب هيسافر يمكن يرجع يلعب يعني برضه شغل مرهق طبيعي. هو بياخد الحاجات دي عشان يجهزها كده ان شاء الله. كل التوفيق طبعا لفرقتنا، وكل التوفيق لمنتخبنا الاول، وكل التوفيق لمنتخبنا الاولمبي، وان شاء الله باذن الله يعني نطمن على منتخبنا الاول منتخبنا الاولمبي، واكيد ان شاء الله عوده التدريبات يوم الاثنين لفرقتنا النادي الاهلي استعدادا لمباراه المريخ ان شاء الله يوم 3 ابريل لمواصله المشوار والعشرة يا أهلي بإذن الله. أستاذ محمود بنشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. دي كانت نهاية فقرتنا الحوارية الأولى، بعد الفاصل نستقبل الكابتن الكبير محمد حشيش. مع كل إعلان لقائمة المنتخب الوطني لكرة القدم لعدد من أسماء اللعيبة بنشوف هذا الجدال الواضح جدا، سواء على التلفزيونات سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن المرة دي وبشكل صريح وعلني الجدال ده امتد للعيبة بنفسهم، هم اللي طلعوا النهاردة يتكلموا، بل وأسرهم كمان طلعت تدافع عن حقهم المشروع. هذا الجدال أعتقد أنه مستمر من زمان ولم ينتهي، سواء حوالين اللعيبة اللي انضمت للمنتخب أو الذين لم يحالفهم الحظ حتى الآن. عن هذا الموضوع بنتحدث أكيد، ولكن النهاردة معنا واحد يا جماعة من أوائل الناس اللي توقعوا السيناريو اللي هيمشي بالظبط واللي موسيماني هيعمله بالظبط في مباراة فيتا كلوب والأهلي الأخيرة في الكونغو، وللأهلي فيها فاز بثلاث نقاط أو ثلاث يعني جوال ثمينة جدا وغالية جدا الحقيقة، وبيكمل من هنا مشواره في أفريقيا. كابتن محمد حشيش مبروك. الله يبارك فيكي، مبروك علينا وعليكو. عامل ايه وانت بتتفرج على الماتش كده وبتقول الله ده انا قعدت في البيت الكبير والله بقى ايه بهندس وبتكلم وبتوقع وتوقعي طلع هو اللي صح. انت عارف الواحد بيبقى سعيد لما يبقى يعني يجي في برنامج ويتكلم على مباراه ويطلع برضو يعني التفكير صح والتوقعات صح، والحمد لله يعني الماتش فعلا من البدايه زي ما قلنا كانت مباراه يمكن يعني انا بعتبرها تاريخيه بالنسبه للنادي الاهلي. وحضرتك النقطه المهمه اللي اتكلمت فيها، ويمكن بعيدا عن الفنيات وبعيدا حتى عن تشكيل موسيماني او طريقه اللعب، اتكلمت على نقطه مهمه جدا هي شخصيه البطل وشخصيه النادي الاهلي. طبعا وقلت على مدار التاريخ، وحضرتك كنت من ابناء النادي الاهلي متواجدين جوه جدار النادي الاهلي، قلت لي كده هاني الماتشات اللي زي ديت بيبان فيها معدن لعيبه النادي الاهلي. صحيح. وبيبان فيها شخصيه النادي الاهلي. شفت بدايه المباراه ازاي بعيدا عن الفنيات هنتكلم فيها، لكن ازاي شفت ان ده النادي الاهلي ودي شخصيه النادي الاهلي؟ بص هاني انا يعني من 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 البدايه، مش هنتكلم من قبل المباراه لان استعدادات المباريات كلها انا بعتقد واحده، الدور الاداري اللي بيتعمل في النادي الاهلي قبل المباريات الافريقيه بيبقى واحد تقريبا، الناس بتروح وبتجهز الملاعب وتجهز وتظبط الاوتيل وكده. المره دي كان اهم حاجه اللي انا شفتها من اللعيبه هو التجهيز النفسي بتاع موسيماني. كان عليه دور كبير جدا جدا وكان باين. طبعا بدايه من اجتماع الكابتن الخطيب بيهم قبل ما يسافروا، وطبعا يعني مش هنتكلم في الموضوع ده وتاثير الكابتن الخطيب على اللعيبه وتحفيزهم. كمان موسيماني اكيد له دور كبير جدا في تجهيز اللعيبه، وانه يحسس اللعيبه بخطوره اللقاء وصعوبه اللقاء في البدايه واهميته بالنسبه للنادي الاهلي في التكمله. كان باين قوي على اللعيبه من البدايه. طبعا التشكيل ده كمان برضو كان عليه عامل كبير، مظبوط، لان لو قارنا بين الماتش مثلا اللي خسرناه بتاع سيمبا
كانت كل حاجة الحقيقة ما كانتش متظبطة. صحيح. بداية من التشكيل، بداية من أداء اللعيبة، من الدوافع، التغييرات، كل حاجة كانت مش كويسة. مظبوط. زائد الملعب والجو كده، سبحان الله المباراة دي اجتمع فيها حاجات كتيرة جدا، عشان بقول لنا كل حاجة عشان كده بقول إن المباراة دي تاريخية بالنسبة للنادي الأهلي في تجهيز اللاعبين، أداء اللاعبين وإصرارهم من البداية وحاطين اسم النادي الأهلي وشايفين اللي جاي هيبقى عامل إزاي في حالة لا قدر الله يحصل حاجة. فكان لازم المكسب، بان على اللعيبة من أول دقيقة. يمكن انا كنت في قناه واتكلمت، قلت كنت حاسس النادي الاهلي بيلعب في مصر مش بره. الرهبه بتاعه المباراه برغم النتيجه الاولانيه واهميه الماتش دي بتدي برضو اللعيبه وهي نازله بتبقى خايفه لغايه بس شوف لا ده من اول دقيقه بان عليهم في الضغط العالي اللي من قدام، بان عليهم في النقل هاني في وسط الملعب تك تك. لمسه واحده دي ما بتجيش من فراغ ان انا اقدر اعمل وان تاتش، دي لازم اكون على الارضيه دي كمان. طبعا الجرأه الكبيره اللي كان فيها النادي الاهلي، الجرأه دي جايه من احساسك وثقتك بنفسك ودوافعك الكبيره وتجهيزك وثقه الاداره والجهاز فيك، كل ده اترجم لهدفين في اول ثلث ساعه. صح. خلصوا الدنيا. وكان ممكن اكتر من 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 هدف. خلاك تمتلك المباراه زي ما بيقولوا زي الملاكمه كده، انت اديت اللي قدامك بوكس من اول دقيقه خلاص بقى يعني مش عارف يعمل حاجه. صحيح. في نقطه كمان يا كابتن، الاجواء زي ما انت بتقول قبل المباراه على الجانب النفسي والحرب النفسيه اللي اثرها المدير الفني ورئيس النادي، وده اللي عمله النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي انه حوله ده لتحدي. صحيح. والرد كان في الملعب. صحيح. الراجل قال حاجات كتير جدا غير واقعيه، واعتقد انها كانت حرب نفسيه وكان دليل على خوفه من النادي الاهلي، لكن الرد فعلا كان في الملعب من خلال اللعيبه كمان من خلال موسيماني لادارته الفنيه. لو تفتكر هاني قبل المباراه لما قلت لك لازم النادي الاهلي من اول دقيقه يضغط. مزبوط. ويحسس الفرقه دي ان انت كنت في مصر. ده كانت ظروف بس، وانا كنت قلقان بقول لك طب يا كابتن والهجمات المرتده. لا لا يعني انت فاهم ازاي. صحيح. لازم تفوقه وتقول له لا انا النادي الاهلي، انا اللي كان المفروض اكسبك عندي 5-6. مظبوط. انا جاي النهارده اكسبك هنا بقى، اللي ما عملتوش نتيجه لعدم التوفيق في المباراه الاولانيه ان شاء الله التوفيق هيبقى معايا وهكسبك هنا، وده اللي حصل. وكان ممكن تطلع عندي النتيجه اكتر من ثلاثة يمكن أربعة وخمسة. النتيجة دي نتيجة كبيرة جدا جدا ما تحققتش على نادي في الكونغو قبل كده من سنين طبعا طويلة. اللي كمان عايز أتكلم عليه هو إدارة موسيماني للمباراة كمان. يعني غير التشكيل الرائع اللي يكاد يكون احنا قلناه برضو. التشكيل هو بالظبط اللي كان موجود، التغييرات ازاي يسحب فلان وينزل فلان ويغير والتوقيت المناسب. التوقيت المناسب و وانت بتلعبي برضو، وكنا برضو هاني كان قلقان برضو والترتان، وقلنا الترتان بيحتاج سنس معين للعيب الكوره، بعض اللعيبه مش واخده عليه، فبيبقى يتطلب اللعب على الترتان انك لازم تبقى فيه نوع من التركيز اكتر. مظبوط. وده اللي حصل. الكوره وهي جايه لك في الباصه ما تبقاش قويه قوي عشان ما تجريش، يعني في حاجات كتيره جدا. النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي تغلبوا على القصه دي، وسبحان الله طبعا التوفيق. يعني انت لما تكون حاجه كويسه بتبقى كل حاجه كويسه. صح. الجو اتحسن وبقى كويس يوم المباراه دي، اللعيبه كلها ما شاء الله شد تركيزها في قمه التركيز. يعني انت ما تقوليش ان فلان ده احسن واحد، لا فلان ده احسن واحد. اللعيبه كلها كانت على قد المسؤوليه من اول الشناوي لغايه حتى اللي نزلوا. التغييرات اللي اتعملت، التغييرات كانت على مستوى عالي كان جدا جدا. يا كابتن ما تحسش يا هاني او سهام ان كان في اختلاف في الاداء. صح. مستوى واحد من اول شوط لغايه نهايه المباراه. اصرار النادي الاهلي ان 2-0 وعايز يقتل المباراه بجون ثالث وجون رابع، ما رجعتش بقى وقلت 2-0 لا ارجع واعمل شخصيه النادي بقى برضو. شخصيه النادي هنا انا عايز اقول النادي الاهلي يعني بين مستوى الفرقه الثانيه، لان الناس بالمباراه الاولانيه اتخدعت في النتيجه. النتيجه ما هي الفرقه هي في الناحيتين، بس التوفيق كان معاهم في المباراه الاولانيه اللي هو كان ضد النادي الاهلي، لان كان ممكن يحصل نفس السيناريو في مصر
اول ما تنزلي، وحصل انك ضيعتي ثلاث واربع وخمس فرص في البدايه، اتنين منهم كان برضه تاني بدانا نقلق تاني، وبدانا نقلق تاني كره مروان اللي اتعملت دي اللي كان ممكن يحطها اعلى شويه واجمد شويه، وكره محمد قلنا ايه موضوع الفرقه دي مش طبيعيه بقى. فانما محمد شريف الجون الاولاني فتح السكه، جون قفشه العالمي، جون تاني. شوف النادي الاهلي كمان وهو بيلعب بره ارضه الضغط الهجومي اللي عامله المكثف، اللعيبه الديفندرات كمان كانت متحرره شويه، يعني كانت بتطلع تكمل. المدير وده اللي كان عامل، قال انا من ضمن الحاجات اللي قلقت منها وكانت مفاجاه بالنسبه لي طريقه اللعب. هو نفسه قال له كده، يعني قال في حاجات طبعا يعني على مستوى التغييرات لكن ما يمكن هز الثقه في فريق فيتا وفي مدربه هي البدايه وطريقه اللعب، يعني لعب بطريقه مختلفه. انت تحس ان المدرب بتاعهم كان واقف يتفرج على المذهول طبعا من الطريقه، انت جاي تلعب طريقة الهجوميه بعد 2-2 جاي تلعب باتنين فراوده ازاي؟ موسيماني ملا نص الملعب، الاثنين ديفندرات ومعاهم الطرفين، ومروان ومحمد شريف قدام طبعا الاثنين بيجروا كويس قوي قوي. عملوا يعني انت لو تلاحظي حتى نقل الكوره كان سريع قوي بالنسبه للاهلي، ودي اللي فرقت معاه. الكوره ما تتنقل من ورا لقدام بسرعه، لقينا مساحات في اغلب الاوقات هناك، لان الفرقه الثانيه الطبيعي تعادله معاك 2-2 نازله على ارضها تكسب وعايزه تضغط وعايزه تفاجئ بحاجه ثانيه. وده اللي حصل في الشوط الثاني من قبل فيتا كلوب، ان هي نزلت مش باكيه على حاجه زي ما بيقولوا بالظبط، ونزلت الحقيقه يعني حاولت ان هي تهاجم اكتر من مره بس ما حصلش. ولما جه بقى يلحق نفسه في الاخر كان خلاص تسجيل. الوقت عدى والدنيا وخلاص الفرقه اللي قدامك ركبت عليك وخدت الثقه وجابت اهداف والتالت قتل المباراه. رساله قويه، الاهم بقى ان انا البطل. انا الماتش الاولاني اللي في بتاع سيمبا ده انا كان له ظروفه، انا راجع من او كنا غير موفقين كاس يعني، وكاس عالم الانديه واجهاد والفرحه والقصه ونشوه الفرحه والكلام كل ده طبعا كان لازم النادي الاهلي في التوقيت ده بالتحديد وفي المحطه بتاعه فيتا هناك ان هو يلعب بالاداء ده. هاني مش مكسب اصلا، انت عارف برضه كان ممكن تكسب واحد واداء لا، الاداء هو الاهم، الاداء والسكور العالي بره ارضك رجع هيبه النادي الاهلي، رجع الهيبه بتاعت بطل افريقيا حامل اللقب. انت المره اللي يعني خلاص يعني عندك ماتشين بقى اللي جايين. انت كمان يا جماعه انا مش بفكر في الصعود، انا بفكر اتصدر المجموعه. صحيح. كنت متوقع اللي احرزه الاهداف شريف قفشه على فكره، على فكره عشان بس حرام انت عارفه الشريف بالنسبه لي كابتن هاني رمزي هو اللي توقع قفشه، قلت قفشه هيجيب جول، هو اللي غشش هاني العجيزي يوميها. كنت متوقع فعلا الاسماء، كنت متوقع شريف وقفشه وطاهر. انا طبعا كنت متوقع التشكيل ومتوقع ان محمد شريف اللي هسجل بصراحه يعني فعلاً. لان انا شريف انا مقتنع بيه جدا وحاسس ان هو يعني شريف لو خد اكتر من كده واستمر في الملعب عنده امكانيات عاليه جدا جدا. رجليه بتعرف المرمى، طريق المرمى. فطبعا انا فرحت قوي طبعا لما احرز الهدف. وطبعا احنا بنتكلم على المجموعه كلها، مروان كان من الماتشات بتاعته الكويسه اللي يمكن ما بانتش في تسجيل اهداف بس بانت في التحركات وفي الضغط على المدافعين. صحيح. برضو فرق لزمايله. فرق يعني على الاقل الاثنين شريف ومروان ما خلوش حد من المساكين يقدر يزيد في نص الملعب والكره تطلع يعني مستريحه زي ما احنا بنقول. صحيح. كانوا على طول بقى بيلعبوها طويله. تفوق الغير عادي لياسر ابراهيم كان مهم جدا جدا. طبعا بنون ده ما شاء الله عليه، ده راجل يعني مستواه ثابت ومن الناس طبعا اللي ماشيه بمستوى ثابت. ياسر رجع لمستواه القديم، لان هو ياسر كان طلع شويه كده وراح عامل الكيرف بتاعه نزل شويه، دلوقتي ما شاء الله عليه المباراه اللي فاتت هايل هايل يعني هايل في التوقيت بتاعه كمان، التوقيت بيفرق قوي في الظروف ديت على ترتان. و طبعا عارف المواقف الصعبه كمان يبقى انت مدافع وعارف يمكن دور المدافع بيبقى اصعب كمان على الترتان من المهاجم. المهاجم طبعًا. يعني حتى لو كرة هربت منه شوية أو طولت شوية يعني مقبولة. فاكر المقولة اللي احنا كنا بنقولها صعبة؟ كنا لنا مقولة كان يقول لك الترتان ده المدافعين بترقص على التليفون. يعني قالونا جاي رقصك على التليفون ده. هاني عارف التعبير ده يعني. لأن انت اللف صعب على الترتان. الأرض ناشفة
مش الارض حنينه على رجلك تقدري تلفي وده. مش شفناه. فلو واحد جاي بسرعته هيعدي. عشان كده التوقيت والقرار مناسب قوي. لو هنتكلم على المساكين يعني طبعا التوقيت والقرار مناسب، لان انت لو اتاخرتي في القرار خلاص. ياسر عشان برضو احنا دايما بنركز على اللي بيلعبوا في اماكننا، كان توقيتاته هايله سواء فوق او على الارض او التغطيه العكسيه والحاجات دي كان ما شاء الله عليه هايل. الناس كلها طبعا انا مش هتكلم على مين ولا مين ولا مين، كلهم الحقيقه كانوا على مستوى رائع بالكوتش بتاعهم وتغييراته وادارته للمباراه وصلت النادي الاهلي للاريحيه دلوقتي في الجدول. زائد ان انت بتفكر ان شاء الله تطلع برضو اول مجموعه، عشان دي مهمه جدا مهمه جدا اطلع اول مجموعه عشان اللي انت هتقابله عامل حساب اللي انت هتقابله من المجموعات الثانيه. انا ما بفكرش في قرعه، لا في قرعه امال ايه وما بفكرش. انا بصي المقوله مش عايزين نعيدها بتاعه ان البطل ما يخافش من اي حد. النادي الاهلي اصل انت ممكن تبقي مش عايزه تقابلي فلان الفلاني واطلع الثاني ده اصعب منه. انت بتقابلي اي حد كان هو يعني عامه دور المجموعات يا كابتن بعديها كل اللي بيوصل بيبقى فيه قرعه مين هيقابل مين طبعًا. لكن انك تطلع كمتصدر المجموعه ده شيء طبيعي جدا للنادي الاهلي اللي هو حامل اللقب، وبيدي كمان بيدي رساله ان انا النادي الاهلي ان انا متصدر، ان انا لغايه دلوقتي تاني افضل خط هجوم. كل الارقام ديت اكيد ليها تاثير حتى على الجانب المعنوي لما توصل دور الثمانيه مليون في المية. زي ما احنا دلوقتي طبعا زي ما احنا دلوقتي هاني بنبص للفرق الثانيه بنقول ما شاء الله بص واحنا سان داونز صح كسر الدنيا 9 بونت ومش عارف كام بونت 12 بونت من الوداد علامه كامله يعني. الترجي الناحيه الثانيه يعني 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 انت بتبص لهم دلوقتي بيقول لك اصل ما فيش فرقه تجيب البنات دي من فراغ 12 نقطة يعني اعلى فريق في في كل العلامة الكاملة في المجموعات كلها. ماتش يا هاني ممكن يجي معاك بالصدفة تتعادل ماتشين انما تجيب العلامة دي بالماتشات دي بتاع لا يبقى انت فرقة فعلا قوية ودايسة بره وجوه زي ما بنقول. صحيح يعني تبتدي تبص لها. كذلك النادي الاهلي عشان كده كان زي بقول لك شخصية البطل والدوافع الكبيرة بتاعت النادي الاهلي انه يعمل الكلام ده بره وان شاء الله يا رب يكملها في المباراتين الجايين يعني. دي بقى كابتن انك تكمل دوت انت عملت الصعب طبعا وانك تكسب فيتا كلاب 3-0 في ملعبه اكيد نتيجه مش سهله، لكن انت بقى لازم تكمل ده وهتكمل دوت ان شاء الله يوم 3 ابريل عندك مباراه مع المريخ. تمام. المريخ بره السباق خلاص خرج من المسابقه بشكل رسمي. اهميه المباراه دي للنادي الاهلي وازاي نحترم المنافس رغم طبعا سوء الاداء في الفتره اللي فاتت، لكن يبقى دائما وابدا الفريق اللي بيخرج بره البطوله بتلاقي ان هو بيلعب مش باكي على حاجه بدون ضغوطات وعايز يلعب النادي الاهلي واللي عايز يجيب جون يجيب واللي عايز يطلع واللي عايز يهاجم هي المباراه يعني بالنسبه لهم تحصيل حاصل. بس المباراه بالنسبه لك يعني لازم تحط في دماغك انها مباراه قويه جدا جدا، لان النادي الاهلي في اي حته في افريقيا الناس كلها بصاله والناس كلها بتعمل حسابه والناس كلها عايزه تكسبه حتى اللي ليه واللي ملهوش عايزين يكسبوا النادي الاهلي، لان انا ابقى خرجت من البطوله وكسبت النادي الاهلي. طب كابتن يعني محمد في عندي حاجه اقولها. كابتن محمد انا عارف ان حضرتك يعني متابع جيد جدا لدوري ابطال افريقيا الموسم ده، اكتر الفرق اللي لفتت نظر حضرتك بخلاف سان داونز تمام ومين ممكن الفريق اللي يكون منافس قوي فعلا ند بالنسبه للنادي الاهلي؟ والله الوداد ماشي بصوره كويسه. الترجي على فكره فرقه محترمه جدا. مكسب نادي الزمالك رايح جاي يعني برضو فرقه قويه. عندهم لعيبه كوره عندهم مدرب كويس حافظهم بقاله معاهم فتره طويله. دايما تخافي برضو من التاريخ والخبرات والاسم في افريقيا. الترجي اسمه كبير في أكيد افريقيا أكيد. سان داونز محقق بطولات. الوداد الفرق القويه دي تلاقي منها وخصوصا انها في الوقت الحاضر في مستواها. ما هو ممكن يكون انا معايا التاريخ بس انا مستواي اليومين دول صحيح. مجموعه اللعيبه مش مساعده الكوتش اللي موجود الظروف انما لما اكون انديه لها اسماء كبيره في القاره وتاريخ وخبرات وماشيه كويس وتحقق نتائج كويسه لا طبعا تقلقي. بس النادي الاهلي برضو اذا كنا احنا هنفكر في الناس فالناس بتفكر فينا قدنا 20 مره اكيد لان النادي الاهلي هو الفعلي بقى أكيد. هو حامل اللقب الفعلي.
صحيح، على مستوى ان شاء الله عشان ان شاء الله نتصدر المجموعه، ان شاء الله نكسب المريخ وسيمبا، وكمان خلي بالك بره بقى الجايين بره الحسابات الله. كمان سيمبا وضع خاص، انت خسران هناك 1-0، في دايما الريفنج عند النادي الاهلي طبعا، دايما انك حتى لو كنت واصل وضامن الوصول لكن دايما بيكون في ريفنج، ودايما يكون في لا انت كسبتني بره، لا انا لازم اكسبك واكسبك كمان سكور ان شاء الله باذن طبعا. الله الحسابات ديت ان شاء الله على مستوى على المستوى الفني، وتاني بنشيد بموسيماني على الاداره الفنيه للمباراه ديت، بس يا كابتن تاني لازم، وفي اعتقادي ده صوت جماهير النادي الاهلي، ان خلاص انت لما لعيب كده كابتن يوصل لاداء رائع المدرب بيقول له امسك في ده طبعا، فاحنا وجماهير النادي الاهلي بنقول للنادي الاهلي امسك في ده، امسك صحيح. في شخصيه النادي الاهلي، في شخصيه البطل، خلي دايما مباراه فيتا كلاب ديت يبقى هي التوب بتاعك اللي تمشي عليه بالزبط. على طول عشان تظهر بهذا المستوى يعني. كلامك مظبوط تماما. انت وصلتني كجمهور نادي الاهلي النهارده ان انا بكسب بره كتير وباداء وكره حلوه. ما تخلينيش اقل عن كده يعني، احنا ما اتكلمش دلوقتي على التاهل، ان شاء الله باذن الله هنتاهل، بس احنا بنتكلم بقى على المتعه ودروس دور الثمانية طبعا دروس يعني انت لما في المجموعه حصل لك ظروف في اول مباراه، لا ده انا المريخ ان شاء الله اروح اكسبه، وسيمبا هنا اديله درس اخلص عليه هنا، واخد بالك ازاي يعني الحاجات دي بتفرق جامد قوي مع عشان كده بنعتبر انه البدايه النهارده من الماتش اللي فات طبعا الماتش طبعا. البدايه الحقيقيه لفريق النادي الاهلي هي من ماتش فيتا كلاب وان شاء الله الأخير. البدايه والاستمراريه ان شاء الله باذن الله عايزين نتكلم عن المنتخب الوطني تمام. وانا قبل ما نتطرق لاي اسم عايز اتكلم عن حاله الجدال اللي بدانا بيها الحقيقه حاله الجدل اللي النهارده دايما بتظهر، والنهارده مش بس على مستوى اللعيبه، وكابتن محمد عبد المنصف طلع اتكلم، وكابتن محمد ابراهيم لا على حتى الحاله اللي وصلت لاسرهم بقى هم اللي بيطلعوا النهارده يدافعوا عن الكباتن دي، وان هي الاولى انها تنضم للمنتخب الوطني عن غيرها. شفت الجدل ده ازاي؟ شفته تهريج. يعني ايه تهريج؟ يعني طب ما الناس بقى كل واحد يجي يحط بقى يمسك الفرقه وياخد مجموعه ويدربها وخلاص، من امتى الناس بتتدخل في اختيارات المنتخب؟ في تدخلات يا كابتن، في تدخلات. من امتى بيحصل الكلام ده غلط؟ لا هو عشان انا عشت الظروف ده كابتن كل القايمه بتتحط اكيد كل واحد وكل واحد يتمنى ده كان نفسي ده يبقى موجود، واللعيب كنت نفسي ابقى موجود، وده الجدل ده مش هينتهي لقائمه المنتخب عبر السنين، ده ايام الكابتن الله يرحمه كابتن محمود الجواري بيكون في انتقادات طبعا، فالانتقادات موجوده دلوقتي كمان في سوشيال ميديا، فالنطاق اوسع من الانتقادات ديت ممكن نتناقش في بعض منها، لكن ده بعيدا تماما عن احقيه الكابتن حسام البدري في اختيار اللعيبه، دي جزئيه ما نقدرش نقرب منها، هو الاحق وهو الادرى وهو ليه كامل الاحترام في اختياراته. الجزء اللي بنتكلم عليه اللي هو التعامل مع هذه الاختيارات من جانب اللعيبه، من جانب السوشيال ميديا، واتكلمت يمكن في فقره الفدد مع استاذ محمود صبري، ممكن تاذي اللعيب حتى على المستوى الاختيارات بعد كده يعني. طبعا انا عايز اقول لك اولا ما ينفعش ان انا كلعيب ما اتخدش ضمن التشكيله اطلع اقول ازاي وانا ولازم واعمل ما ينفعش باي حال من الاحوال لان هي دي مش نهايه العالم، ما انا ممكن ما اتخدش في المرحله دي اتخد في المرحله اللي بعد كده. لازم انا كلعيب كوره ابقى فاهم اكتر، وده وضع طبيعي طبعا. من الجمهور صحيح، يعني لما الجمهور يعمل الكلام ده، سهام بتشجع النادي الاهلي، ابراهيم بيشجع نادي تاني، مش عارف مين، طبيعي انت فاهمة ازاي، كله هيبقى عايز ثلاث ارباع فرقته في المنتخب. انما لعيب الكوره لازم يعرف ان في مدير فني له رؤيه، يعني الكابتن هاني مدرب وانا مدرب ونفس اللعيب مستواه كويس، هو بالنسبه له يعني يستاهل انه يبقى موجود، وانا اقول لا ما يبقاش موجود. داخله فيها عوامل كتير قوي. اولا في النادي انت بتختاري المدير الفني بتاع اي نادي بيختار من عدد محدود طبعا، انما المدير الفني لمنتخب مصر بيشوف الدوري كله، لو هنتكلم يا جماعه على 20 لعيب في القائمه الواحده، مش هنقول اكتر من كده، الباقيين ممكن محترفين، في 18 فريق بكام؟ 360
ده كمان ده انت ممكن تاخد من الدرجه الثانيه يعني القاعده واسعه جدا. هنقول لا يا بغض النظر يعني. طبعا بنتكلم على الدوري الممتاز 360 360 منهم 60 مصابين ب 300 300 انت بتختاري من 300 انت فاهمه ازاي؟ مفيش حد في الدنيا بيحب حد اكتر من نفسه. يعني الكابتن حسام طبعا الناس كلها عارفه انه راجل اهلاوي مش هيحب النادي الاهلي اكتر من نفسه. هاني لما كان ماسك منتخب مصر معلش مش هيحب النادي الاهلي اكتر من نفسه، مش هيجامل النادي الاهلي مصلحة بلد صحيح، وهو عشان يبقى برضه راضي من جوه ويحقق العدل اللي هو مش هيتحقق طبعا، بس الى حد ما يسعى لكده وما ظلمش حد يختار. انت فاهمه ازاي؟ ده احنا عايزين نقول كمان ان انا الاختيارات بتاعه حسام على كمان طريقه اللعب اللي هو مخطط يلعب بيها في المباراتين بالذات اللي جايين كينيا وجزر القمر، تشكيلتين ممكن يختلف. يعني انا ممكن يعني انا بتكلم بصفه عامه ممكن حسام يبقى مختار مساكين طوال مثلا عشان الفرقه اللي هيقابلها الاولانيه ولا الثانيه بتلعب الكور الطويله والعاليه، فلازم يبقى لازم مساكين طوال. ممكن يبقى اتنين مساكين كويسين ويستاهلوا، بس هو عايز واحد تالت ما عندوش القوه زيهم والالتحام والكور العاليه بس عنده ان ينقل الكوره لو هيلعب من تحت. فحتى كمان يعني الاختيار بيبقى فيه عوامل كتيره قوي، مش شرط ان انا ابقى كويس حاليا في مسابقه الدوري العام لان هي المسابقه الوحيده اللي بتتلعب غير طبعا بعض اللعيبه او الانديه اللي بتلعب في افريقيا، انه ممكن يختار زي ما بقول لك ممكن يبقى لعيب كويس بس مش المرحله دي مش بتاعته. برافو عليك. ممكن كمان يا هاني يبقى عندي واحد سنه كبير وكويس ومؤدي مباريات كويسه بس انا عايز واحد برضه كويس بس اصغر منه عشان اكمل. قصدك عشان حاطط محمد عبد المنصف؟ تقصد كابتن محمد عبد المنصف وغيرهم، وفي ناس اسماء تانية كمان موجوده. بالنسبه لكابتن محمد عبد المنصف يمكن ساهمت اتطرقت لمواضيع اللي هو مثلا الاهالي او الزوجه او 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 ده وارد جدا، وخلينا نتكلم في عالم السوشيال ميديا وارد جدا ان تطلع اكيد كل واحد يتمنى ابنه او قريبه او يكون موجود في منتخب مصر. هي بس الانتقاد مش مطلوب وانك ما تخرجش عن النص طبعا، ده دي جزئيه طبعًا. من حق اي حد يتكلم كنت اتمنى ان محمد عبد المنصف يكون موجود بيظهر بشكل كويس في الدوري فاتمنى يكون موجود، كل ده مقبول في اطار انك ما تخرجش عن النص. الجزء دوت خاص بالاهالي والناس اللي بتحب اللعيب، لكن اللعيب نفسه كابتن مثلا لو بنتكلم على محمد ابراهيم، ومحمد ابراهيم ماشي بشكل اكتر من رائع طبعا، يعني حتى الجزئيه كان ممكن يقول جود لك يا كابتن حسام انا متواجد وان شاء الله وانا موجود وتحت امر المنتخب. هي دي الحته، بس هي دي اللي فرق ان ممكن جدا اللعيب يحط نفسه في موقف ان هو بيأذي نفسه للاسف بدون داعي، يعني بيعمل ضغط على المدير الفني بعد كده ان يقول لك طب انا لو خدت اقول لك عشان طلعوا اتكلموا ضغطوا عليا والاعلام والسوشيال ميديا والكلام ده، انت بتعمل ضغط وبعدين احنا بشر يا جماعه، ما انت لما تطلعش يا هاني انت تخبط فيا او تتكلم بصوره غير لائقه وابقى فاضل بينك وبين لعيب تاني وابقى وانتوا الاثنين في مستوى واحد وهاخدك، يعني احنا بشر، يعني عوامل نفسيه برضو بتتحكم في بعض الاحيان نتيجه للتصرفات الخاطئه صحيح. من بعض اللعيبه ده حقيقي. زي بقول لك الكره علمتنا ان يعني ما بتنتهيش لغايه ما الواحد هو اللي يبطل بنفسه ويمشي. فالنهارده موجود، انا ممكن في يعني تحصل احداث موجوده تخليني ابقى موجود في المباراه الثانيه مثلا، وناس بتتصاب لا قدر الله طبعا ما بقولش كده وخلاص، وقبل الطياره ما تطلع واحنا رايحين على المطار في اخر تمرين خلاص مش موجود، هات واحد تاني. ده في بعض الاحيان في الدورات المجمعه بيبعتوا يجيبوا ناس من مصر نتيجه لظروف معينه حصلت. في ناس كابتن بدر رجب لعب معانا كل تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم وما راحش كاس يعني وما راحش، يعني الامور بتتاخد مرحله بمرحله، وخلي اللعيب يصبر ويبقى دايما رده في الملعب، يعني هو ده اللي وبعدين حط نفسك دايما مكان صاحب القرار ما بيختار بالكم الكبير ده كله. مظبوط. وجهه نظر يا جماعه طب اشمعنى المدربين الاجانب لما بيجوا مثلا اتنين مدربين وعلى نفس اللعيبه وفي توقيت قريب واحد بيلعب ده واحد ما بيلعبش ده، كابتن محمد وجهات وقناعات. كابتن محمد دلوقتي ممكن حد يكون بيتفرج علينا ما يكونش منتمي للنادي الاهلي وهم كتير على فكره بيتفرجوا على القناه، يعني
ويقول لك ايه، طب ما انتوا بتتكلموا كده، طب ما انتوا عندكم عشان عندكم 8 في المنتخب الوطني، وعشان عندكم 5 في الاولمبي، وعندكم المعارين كمان 1 في المنتخب، ودلوقتي 2 عمار، صح؟ عمار حمدي والعربي بدر. انا عايزه اتكلم فعلا، لا في حاجه فعلا، والسؤال هرد عليهم دلوقتي طبعا، هرد عليهم. متابع جيد للدوري الممتاز كابتن محمد حشيش، تمام، ما بين مؤيد ومعارض لاختيارات كابتن حسام، شايف انه فعلا في اسماء او لعيبه قد تكون اتظلمت فعلا؟ بصي، ما هو كابتن محمد قول لي او لا. لا، ما انا هقول لك، بس اي لعيب قول لي او لا، او اي لعيب مش هيتاخد هيبقى مظلوم، وانه كذا وانه كذا وانه كذا. ممكن يكون مش حسام اللي ظلمه، ظروف الاختيار هي اللي ظلمته، ان واحد تاني في مكانه راجل كويس واصغر ومجهوده اكبر وكذا وكذا، وهو على فكره لعيب هايل ومكسر الدنيا مباراه الدوري، انت فاهمه ازاي؟ بس الدوري المحلي في بعض مبارياته، باستثناء مثلا لما يكون طرف اهلي زمالك، يعني الفرق الكبيره، مش مقياس للمنتخب. الشخصيه الدوليه طبعا مش مقياس. وبعدين مفيش فرصه هاني للمباريات الوديه. لا، هم ده مباراتين في 6 ايام. يعني انت عارفه لو في حسام عنده وقت زي زمان لما كان 3-4 ماتشات وديه على استعدادا اللي معرفش ايه. ايوه. فهشوف وهعمل، انما دلوقتي هو بيختار على قناعاته، ومين اللي يقدر يستحمل اجواء رايح في كينيا حر وكذا 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 وكذا. هنرجع للكلام اللي انت بتقوليه، هيقولوا كذا الغير منتمين للنادي الاهلي، لان بالفعل فرقه النادي الاهلي بتلعب في افريقيا، ماشيه كويس في افريقيا، عندها خبرات كبيره، معظم اللعيبه اللي اتخذت جايه من كاس عالم انديه محتكه بفرق المشاركات الدوليه، فرق ومدارس تانية مختلفه. بس ده مش جديد يا كابتن برضه، يعني محمد، ده مش جديد على النادي الاهلي، ان معظم على مر الاجيال، تعالى كده امسك تاريخ المنتخب بكل المنتمين المدربين من السبعينات، من لما كنا نوعى يعني احنا بالظبط، هتلاقي ده وضع طبيعي على فكره، والله مش كلام، انا عارفه ان وضع طبيعي، بس جدل يعني هو الجدل مش على ان في لعيبه كتير من النادي الاهلي. هو الجدل ان التوسيع القاعده ما كانش موجود، يعني انت واخد اهلي زمالك بيراميدز ده ومحترفين، تمام، وتقريبا 4 لعيبه من انديه مختلفه، اذا كان سيراميكا ولا سموحه، تمام، مفيش جدل. النادي الاهلي طول عمره لعيبته موجوده باعداد كبيره، لكن انك تاخد من 3 انديه بس زائد محترفين، الناس شايفه لا، كان ممكن يوسع القاعده شويه. ده بس هو ده قلنا هاني، ان الفتره ضيقه. طبعا انت بتتكلم عن الماتش اللي جاي بتاع كينيا ده امتى؟ يوم 23؟ يوم 25 25 و29 25 و29 ايوه ايوه كينيا وجزر النهارده كام؟ انت خلاص، انت يا دوبك خلاص بقينا 19، انت هتتجمع بعد بكره ال 21، فانت ما فيش حتى ما فيش فرصه يا جماعه في التدريب ان يشوف الناس. وهاني عارف ومدرب وعارف، ما فيش فرصه، هو هيبتدي يركز على المجموعه اللي حاطط دماغه انها تبتدي، يعني على هنقول بقى اللي هم ال 14 واحد اللي في الدماغ اللي هم مين حتى الاحتياط القريب اللي هم مين ماتش كينيا، نخش على ماتش كينيا. طيب يعني طبعا احنا اول مجموعه بثمان نقاط، ان شاء الله انت عارف المنتخب هيتجمع لحد يوم 21، ان شاء الله هيسافر يوم 23، المباراه يوم 25، فانت زي ما بتقول اوريدي الكابتن حسام البدري اعتقد عنده في دماغه اوريدي التشكيله اللي هيبدا بيها مباراه كينيا. طبعا من خلال القايمه اللي حضرتك شايفها، اولا شايف مباراه كينيا ازاي من خلال الجدول الترتيب، وبعد كده رؤيتك برضو للتشكيل، ممكن ده ناخد بعد الفاصل تكون برضو ظبطت ورقك نفسي. شفت بقى اديتك وقت ازاي؟ خدمتني. بعد الفاصل نتواصل مع الكابتن محمد حشيش. واحنا بنتكلم في الاثناء عن منتخب الوطني واختيارات كابتن حسام البدري ما بين مؤيد ومعارض، لسه حالا دلوقتي كابتن حسام البدري طبعا المدير الفني للمنتخب بيصدر يعني او يعني خلينا نقول يعني يوجه رساله للمستبعدين من قائمه المنتخب، وبيقول انه باب المنتخب سيبقى مفتوحا امام الجميع، على المستبعدين ان يستمروا في العمل بقوه واجتهاد للانضمام في التوقفات المقبله.
وأتم كل مرحلة يكون لها رجالها المناسبين، وهؤلاء هم رجال المناسبين للمرحلة الحالية، ولكن أي يسمن استبعد قد ينضم مستقبلا مرة أخرى. دي زي كابتن رسالة طمأنة للنهاردة اللي ما حلفوش الحظ، أو اللي خلينا نقول الغضبانين شوية، أو اللي بيعتبوا على كابتن حسام البدري من أن هم ليه ما انضموش للمنتخب المرة دي. بس طبعا بنفكركم بسؤال حلقتنا، هو مش سؤال يعني، احنا طرحنا تفاعل كده في بداية الحلقة عن رأيك في اختيار كابتن حسام البدري لقائمة المنتخب الوطني، وطبعا السؤال ده كان منتشر على صفحاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. أنا عايزة بس كابتن محمد قبل ما نبدأ يعني نتكلم في السؤال اللي طرحه كابتن هاني قبل الفاصل ده، ممكن نستعرض الأسماء معك؟ ممكن، عشان يمكن يساعدوك في التشكيل يعني. ممكن تمام. أستاذ علاء أنيس، نبدأ من فيسبوك كالعادة. أستاذ علاء أنيس قال تقريبا ما حدش هيتفق مع كل الاختيارات، لكن أهم اختيار بالنسبة لينا ياسر إبراهيم يقصد، لأنه فعلا يستحق ينضم للمنتخب. على مستوى تويتر محمد جمال الدين بيقول بنحترم وجهة نظر المدير الفني للمنتخب الوطني، هو المسؤول الأول عن الاختيارات، ونحن ما علينا سوى الوقوف في ظهر منتخبنا لكي يتمكن من التأهل. محمد بكر بيقول أول مرة من فترة طويلة كل الاختيارات والاستبعادات منطقية. ده كان رأي محمد بكر على تويتر. على تويتر. من صفحتنا على برضو انستجرام أسماء، برضو أسماء محجوب بتقول اختيارات ولا أجمل منها، كل اللعيبة اللي اختارها بتستحق الانضمام من الأساس، منهم ياسر المجتهد. علا طلعت برضو شاركت بتقول قايمة مقبولة بنسبة كبيرة، بالتوفيق إن شاء الله. يعني مش عارفه هيساعدوك ولا لا، بس كلنا ما حدش قال اي حاجه، خلينا نرجع خلينا نرجع حتى اللي قالته سهام من شويه، هو على حضرتك كنت بتقوله يعني دايما الاختيارات، هو الراجل كابتن حسام البدري بيقول رجال يعني دول اللي في الفتره ديت، والباب مفتوح للمنتخب ولعبت الدوري، الباب مفتوح دايما، واحنا سبورت بجميع الاحوال لمنتخبنا والكابتن حسام البدري، ان شاء الله ربنا يوفقه. من خلال المباراه شايفها ازاي فنيا؟ في برضه هتبقى اجواء مش سهله، مباراه دايما مباراه برضه مصر وكينيا بتبقى مباريات صعبه شويه، الرطوبه عاليه، لكن عندنا مجموعه من اللعيبه اعتقد ممكن جدا او في الغالب هتحسم المباراه بشكل جيد. من خلال تشكيل الكابتن محمد حشيش ممكن يقول ان دوت الفكر اللي هيبدا بيه الكابتن حسام مع انطلاقه مباراه كينيا. بص، هو طبعا مبدئيا فرقه كينيا انا شايفها في الجدول خالص ما عندهاش حظوظ، ما عندهاش خالص يعني. في نفس الوقت برضه هي متعادله معاك على ارضك، بتلعب منتخب مصر بالاسماء الكبيره، بمحمد صلاح، بالناس الاسماء الجامده دي، برضو عايز يعمل ماتش لنفسه، عايز يعمل ماتش للتاريخ على ارضه وملعبه. انا خايفه من الاسماء الجامده دي ما يحصلش النهارده تربك حسابات كابتن حسام، بسبب ان انت لما لعبت توجو مرتين ما كانش محمد صلاح، كان اصيب بكورونا يعني. لسه هنتكلم فيها، بس ماشي، نخلص موضوع التشكيل وبعدين نتكلم محترفين. كابتن حسام هيلعب طبعا بالطريقه العاديه 4-2-3-1. طبعا الحمد لله في واحد يعني الحمد لله ربنا يحميه مريحنا في كل حاجه، سواء في الاهلي او في المنتخب. يعني ده الوحيد اللي مصر كلها الحمد لله ما فيش يعني خلاف عليه. صحيح. المنافسين قبل المؤيدين يعني. طبعا الشناوي، هنتكلم على بكرايه محمد هاني، انا شايف الاثنين المساكين، احمد حجازي بخبرته الافريقيه طبعا بالطول بالكلام ده، مع الونش، مع المستوى الكبير قوي لياسر ابراهيم، انما يمكن محمود الونش عنده خبرات دوليه اكتر، فيبقى موجود مع حجازي. احمد ابو فتوح ناحيه، مش ايمن اشرف. اوكي ماشي. لان انا احساسي مش عشان حاجه، طبعا ايمن عنده خبرات افريقيه كبيره، بس احساسي ان ممكن حسام يحط في دماغه الفترة الأخيرة بتاع الإجهاد شوية، وشغال كتير قوي، فممكن أحطه على الدكة، يبقى حاجة لأي يعني أي تغيير لا قدر الله يحصل في المدافعين ولا حاجة، يبقى هو موجود بالنسبة كمساك أو باكليفت. تمام. نص الملعب طارق حامد وعمرو السولية. ومنني بره؟ يعني أنا شايف برضو عمرو ماشي كويس قوي، وطارق حامد، ما أنت لازم برضو يعني إيه الدكه تبقى بره كويسه.
واخد بالك ازاي؟ انا ده رايي ممكن تمام. ممكن وارد جدا يعني كلها وجهات نظر وكلنا بنتكلم الرؤيه وجهات نظر فنيه. كابتن حسام البدري هو الاضرب لعيبته واضرب التشكيل المناسب، لكن رؤيتك انت الفنيه وجهه نظرك يعني. لو هنحط قدامهم طبعا صلاح تمام، قفشه، تريزيجيه، مصطفى محمد. مصطفى ده التشكيل اللي انا بتوقعه يعني. تمام. واسيب بقى الناس اللي انا قلت عليها زي النني برضو موجود بره معايا. ممكن يكون عامل يا كابتن، ممكن يكون مقسم عشان فرق المباراتين مش كبير بالزبط. ممكن يكون مقسم اوريدي هو تشكيل. انا هدخل اعتقد انتوا عملتوها قبل كده هاني. عملناها قبل كده احنا قبل قلنا مثلا حتى بنقول للعيبه يعني ممكن جدا انزل النني اقول له النني النهارده هتلعب 60 دقيقه بالزبط. المباراه ديت والمباراة اللي جاية هنزلك آخر نص ساعة مزبوط. أو صحيح. هبدأ النهاردة عمرو السولية هديك 45 دقيقة صحيح. حمدي فتحي هديك 45 دقيقة وهتبدأ يعني بتبقى تقسيمة مباراتين في لأن الفرق التوقيت ما بينهم قليل قوي تمام. فممكن ده يتركب بالشكل ده عشان ما حدش يتفاجئ الله هو ممكن نني ما بيلعبش. لا كابتن حسام البدري ممكن يكون موظف كمان التشكيلة اللي هيلعب بيها هنا في القاهرة صحيح. أمام جزر قمر يعني. دي طبعا مهمة جدا جدا إن يقدر يوازن لأن الفترة قريبة جدا بين المباراتين وسفر كينيا ورجوعه تبقى يعني المسألة صعبة. ممكن يكون مقسم وعنده إحساس برضو إن المباراة اللي هناك لازم برضو المحترفين جايين بمبارياتهم برضو قوية وبيلعبوا تحت ضغط جامد وفي إجهاد وبالذات اللعيبة اللي بتبقى هاني في وسط الملعب بتبقى برضو عليها عامل كبير صح. زي النني أكيد. عليها عامل كبير قوي فممكن يبقى على الدكة. أنا حاطط النني على دكة البدلاء دي حاجة دكة قوية جدا ما يبقى النني موجود هي. ممكن يكون تفكير كده برضو مش عايز يدفع بكل المحترفين في الملعب عايز برضو في حد وارد احنا كل دي توقعات. ده أنا بقول التشكيل ده أقرب للمباراة الأولانية كبداية. الكابتن محمد النهاردة يعني لا قدر الله قد تكون في صعوبات تواجه برضو كابتن حسام طبعا. على مستوى المحترفين خاصة في إنجلترا بمناسبة أن احنا بنتكلم عن نني وتريزيجيه ومحمد صلاح أنا النهاردة عندنا قرار طبعا إنجلترا طبعا أكثر صرامة في موضوعات الإجراءات الاحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا طبعا. فالنهاردة عندك اللاعب اللي قرر يسافر ده لازم يتحجز 14 يوم في الحجر الصحي فالنهارده في مشكله ممكن طبعا. ممكن يجي اللاعب ده برضو لا قدر الله وتحصل اصابه بفيروس كورونا زي ما حصل لمحمد قبل كده لما حضر فرح اخوه في شهر كان 11 اكيد كان شهر 11 في نوفمبر اكيد برضو الكابتن حسام يعني عامل احتمالات وحاطط سيناريوهات وما لعبتش بيه كمان يعني انت سيناريوهات للموضوع دوت ان انا ممكن ان انا استغنى عن بعض المحترفين تحسبا او احط وانا شايف على فكره والله انا شايف ان الناس المحليه لا تقل يعني الناس المحترف استثناء طبعا محمد صلاح في حال في حال يا كابتن يعني محمد صلاح بيدي قيمه وبيدي يعني ولما بيكون طبعا يعني هو تقل طبعا وبيدي رهبه للفريق اللي قدامه وبيدي يعني راجل هداف ومن احسن لعيبه العالم انما يعني غير كده انا شايف يعني لو هنتكلم هاني بصراحه مثلا احمد حجازي الونش كويس قوي ياسر ابراهيم كويس قوي احمد ايمن منصور ما بيلعب ايمن اشرف ما يلعب في حته الـ يعني حضرتك بتقول البدائل موجوده ولا تقل عن المحترفين ممكن يكون المحترفين خبرات اكتر شويه او بيلعبوا تحت ضغط اصعب شويه في المباريات بتاعتهم ولهم تجارب في منتخب مصر قبل كده كبيره دي ممكن اللي يبقى الفارق بس انما الاداء والمستوى اعتقد لان برضو خلي بالك برضو هاني المحترف مهما كان وانت كنت محترف وعارف بتيجي بتأدي وكل حاجه بس بتبقى برضو ايه يعني مش عايزين نقول بتحاسب على رجلك بس مفيش الكلام ده يعني لا مفيش الكلام ده صدق لا خالص انا يعني انا بتكلم عن نفسي واللي شفته من لعيبتنا لما بيجوا الناس تقول لك اصل ده خايف على رجله اصل بيرفع رجله الكلام دوت لما بتلعب لمنتخب مصر انت بتلعب قمه الهرم وبتتكلم على ما بتكلمش على هاني رمزي لا انا بتكلم كمان على بصراحه اللعيبه اللي شفتهم يعني انا كمان شفت اللعيبه إن بيموت نفسه اي لعيب بيجي بيلعب بيموت نفسه فالجزئيه ديت يعني انا مستبعدها تمام. خاصه انا ممكن اتكلم في عوامل اخرى
ان العامل النفسي ممكن ياثر، مثلا محمد صلاح مش ماشي كويس مثلا، او هو ماشي كويس لكن ليفربول متعثر فممكن يكون نفسيا ياثر عليه. تمام. لكن خلينا نتكلم في بعض النقاط. يمكن سام قالت مثلا غياب بعض، احتمال غياب بعض المحترفين. لو اتكلمنا مثلا على مركز راس الحربه، لا قدر الله لو مصطفى محمد مثلا ما جاش، جوازه ضايع السفر يعني. ايوه عندك مشاكل في راس الحربه، عندك مشاكل يعني في طريقه. مين الاقرب؟ عندنا ثلاثه كويسين قوي. عندك الوحيد اللي اكد هو النني يا كابتن، احمد ياسر ريان، وعندك هم دول الاثنين، هم الاثنين اللي هم بالتحديد راس حربه يعني. اه بالظبط، انت محطه يعني راس حربه، تاخد مين او تبدا بمين؟ والله الاثنين زي بعض يعني، الاثنين كويسين. مفيش فروقات؟ والله ده هداف وده هداف، ومش عايز اقول حاجه عشان برضو ما بقاش، هي راجعه برضو لقناعات المدرب، انما انا شايف الاثنين مش فارقين عن بعض، يعني ما تقدرش تفضل واحد عن واحد. انت دلوقتي مدرب المنتخب الوطني يا كابتن محمد، انا اقول لك اختار يعني. لا من وجهه نظره هو، انت دلوقتي مدرب المنتخب الوطني، اختار لنا يا كابتن حشيش. اختار اللعيبه اللي تنفذ فكره. انا هحط حسام حسن، وانا كمان كنت هحط حسام حسن، وانزل احمد ياسر يمكن في اخر ربع ساعه او اخر نص ساعه بالظبط يعني. انما انا يعني انا بقول الكلام ده ليه؟ لان فعلا الاثنين ماشيين كويس، ده هداف وده هداف، وماشيين الفتره الاخرانيه كويس، وطريقه لعبهم قريبه من بعض شويه. يمكن احمد ياسر ريان يتفوق شويه في ضربات الراس ممكن عن حسام حسن. حسام حسن عنده شويه قوه اكتر، خبراته اكتر شويه طبعا، من نتيجه ان هو موجود في الدوري بقاله فتره كبيره وكان انضم لمنتخب مصر. احمد ياسر ريان امكانياته الاختراق حلو قوي، والكرات العاليه كويس احسن من حسام بالظبط. فدي بالزبط. بتكمل دي، واعتقادي الاثنين مكسب لمنتخب مصر. حسام هداف كده، بقول لك زي ما هاني بيقول الفروقات بسيطه قوي، انك تاخدي ده عن ده، بس لازم في الاخر زي كابتن حسام لازم هيختار، احنا برضو اخترنا. صحيح. عندك المساكين، لو حجازي عنده مشكله في انه يجي، او يعني زي ما قلنا ان يحصل حاجه بالنسبه ممكن تلعبي بياسر ابراهيم مع الونش، الاثنين قوه كبيره جدا جدا وفي التوب بتاعهم. ناحيه محمد صلاح ممكن انت عندك محمد شريف، كنت لسه هقولها والله اخذتها فعلا، محمد شريف ومن بعده زيزو ممكن. ما يستعينش بشريف يا كابتن؟ استعين بشريف امتى؟ لو ما بداش بيه هينزل. لو ما لو ايه؟ لو ما بداش طبعا هيستعين بيه في شوط ثاني اكيد. لا من 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 اول التغييرات اللي ممكن تحصل محمد شريف. انا متخيل جاب جون في ماتش توجو وكان بيلعب طرف يمين، ما كانش راس حربه، وكان لسه اول تقريبا انضمام ليه لمنتخب مصر، وجاب هدف حلو. فممكن يبقى اول يعني لو محمد صلاح حصل ظروف زي ما بنقول، ممكن يبدا بمحمد شريف. صحيح. دي هيبقى ممتاز في بعديه، مثلا في زيزو لعيب كويس. الحقيقه المجموعه اللي متاخده فيها مرونه كمان، ان الكابتن حسام يقدر صح يعني يعني يغير ناحيه شمال ناحيه اليمين، ممكن واحد نص ملعب عندك انت في نص الملعب كمان يعني. اختيارات حمدي فتحي طبعا ماشي كويس جدا يعني موجود. فاعتقد ان هو الاختيارات بالنسبه للكابتن حسام صعبه، وصعوبتها زي ما انا قلت من شويه ان مفيش مباراه تحضيريه تجمع الناس دي في مباراه. ايوه تقدري تحكمي وتقدري تغيري في الشوط الثاني، تنزلي مثلا مجموعه ثانيه عشان التوقيت هي دي صعوبه الاختيار بالنسبه لكابتن حسام. كابتن حسام اعتقد ان اختياراته هتبقى على اخر مستوى بالنسبه للعيبه دي في المباريات الاخيره، سواء لعيبه الزمالك سواء لعيبه الاهلي. اللعيبه دي كلها اللي فايق منهم واللي مستوى ماشي كويس ممكن، يمكن انا احساسي شويه ان ممكن زيزو عشان الفتره الاخرانيه برضو مش زيزو بتاع السنه اللي فاتت اللي مكسر الدنيا ولعيب على مستوى كبير جدا. فيعني بنتكلم على المستوى حتى الحاله الحقيقي. المعنويه حتى يعني طبعا. اكيد طبعا كلنا زعلانين لخساره نادي الزمالك، مفيش شك، كنا نتمنى يكون متواجد في ان شاء الله في دور الثمانيه. الحاله المعنويه بتفرق للعيب، وخاصه لما بيكون بيلعب في بطوله كبيره وفي اخفاق شويه او في هزيمه. صحيح. لما بيروح المنتخب ممكن يكون المدير الفني عنده رؤيه شويه من الناحيه الفنيه، انه ممكن ما يحطوش تاني تحت ضغوط، او ممكن لا يبقى وفي وقت قريب وخاصه يعني الوقت قليل. صح. جدا. فده ممكن يكون على حساب مثلا طارق حامد او حساب زيزو في البدايه، ممكن احتمال. ولا وارد. وجهه النظر الثانيه لا افوقه، ممكن يكون عنده القدره
ان دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. يفصل. انت بتلعب في النادي غير منتخب مصر وفي طموحات للمنتخب، وحاجه زي دي وجوده اساسي ممكن تفوقه زي ما انت بتقول. يعني لان لو ريحته ممكن اخلص عليه زياده، ان انا يعني بتكلم على اللعيبه اللي طول عمرها بقى لها فتره اساسيه خلال الفتره اللي فاتت منتخب مصر. طبعا. وعنده خبرات وعنده كذا، اما يحس ان هو مش موجود برضه ممكن يعني يفقد الثقة شوية، يفقد الثقة شوية، ممكن تبقى يعني يحطم المعنيات شوية، ما تقدرش بقى تلعبه للماتش الأولي ولا التاني. يعني انت فاهم خلاص. انت طبيعة الحال بيحصل لأي لاعب، يعني ممكن تجيله الهزة دي بس يرجع سريعا، بس على حسب المدير الفني. بتعتمد على المدير الفني دي مسؤوليته. دايما المنتخب لما اللعيبة بتيجي بنقول لهم اقلعوا فانيلة، انسى انسى اقلع فانيلة النادي. ده طبعًا. اول كلام بيتقال. تلعب باسم بلدك، لان الموضوع بيبقى فيه، واحنا مرينا ان بيجي بعض الناس يا اما مبسوطين قوي فرحانه قوي انها في مكسب و فبيخش شويه كده، يا اما منهار او تعبان نفسيا نتيجه نتائج، فبنقول له صحيح. اقلع فانيله النادي خلاص. صحيح. والبس فانيله منتخب مصر بطموحات جديده، تلعب باسم بلدك، اكبر يعني اكبر طموح اي لاعب في الدنيا ان يلعب لمنتخب بلده. ومن هنا الدنيا بتقوم، يعني من الحته ديت خلاص اللعيبه بتخش الاجواء سريعا. يعني هي دور كابتن حسام مهم جدا جدا في المباراه الاولانيه في لمه اللعيبه، لان زي ما بقول لك مفيش فرصه ان اللعيبه كانت تتمرن فتره كبيره مع بعضها، في ناس عمرها ما لعبت مع بعض موجوده. وقت قليل عشان موضوع الانسجام حضرتك تقصد. الانسجام مهم قوي. انا كمان مش قادر احط انا ممكن يكون لعيب كويس ولعيب كويس بس مش راكبين على بعض. ايوه طبيعي. ماتشات الوديه هي اللي يعني بتظهر لي الموضوع ده كمدير فني. ان انا ممكن لعيب مع لعيب مش مفيش تناغم. ممكن احط اتنين شبه بعض بالظبط، فما يحصلش برضو ايه، لازم يبقوا اتنين مكملين لبعض، يكملوا بعض. ما يبقاش الاتنين قوه وقطعوا بس. لا كان مثلا اتكلم على الديفندرات، لازم واحد كده واحد برضو الى حد ما بيقدر يعمل حته التكمله او بيمسك كوره او عنده شويه. ما ينفعش اتنين يبقوا كده شبه بعض. يعني حاجات كتيره بقى، التناغم برضو ممكن حسام يفضل الناس اللي برضو لعبت قبل كده مع بعض كتير، لان اوتوماتيك مثلا تريزيجيه مع صلاح مع لعبوا مع بعض في كتير تفاهم اكتر، وفي تفاهم المده الطويله اللي فاتت مش هتفرق. واخد بالك ازاي؟ المدربين بيحبوا مثلا في المنتخب ياخدوا خط كامل وهو بيلعب في النادي. تمام. لو متالقين يبقى خط النص او خط الامامي القريبين من بعض بالظبط كده، الاماكن الحساسه اللي محتاجه تجانس قوي بالظبط. الثلاثه اللي قدام ممكن يبقى من نادي واحد، او ممكن يكون لو متفوقين طبعا. صحيح. بغض النظر عن حالتهم الفنيه. لكن وارد جدا، وعشان كده ممكن نقول عمليه التوازن، يعني خاصه في خط النص، ان وجود مثلا عمرو السوليه ومع حمدي فتحي يكون اقرب من طارق حامد. طارق حامد لعيب كبير، لكن وارد ان هو الحته دي تكون وممكن موجوده، وممكن يشرحها للعيبه عشان برضو يعني ايه ما يحسوش ان هو مثلا حاطط ناس معينه بعينها. لا، ما انا اهم حاجه المدير الفني يبقى صريح ويتكلم مع اللعيبه. ده حقيقي مظبوط. يعني مش جماعي كمان فردي. يعني انا حطيتك في الحته دي لعب عشان لعب انا يعني. كذا كذا. انا متخيل حاجه معينه. الله يرحمه الكابتن جوهري كان في الحته دي مهمه قوي. مهمه قوي. انا ما لعبتكش النهارده عشان مش توحش او انا مش مقتنع بيك، لا بيطمنه، بس انا عايز حاجه معينه من كذا كذا، انما انت معايا الماتش الجاي. وعشان كمان يا كابتن محمد هنا ممكن لاعب يفتكر ان المدير الفني ده متحيز للاعب دونا عن لاعب اخر. يعني بالزبط. دي برضو فكره، دي نقطه مهمه جدا. في مدربين بقى، في مدربين تحط ال 11 وما تسالش باي حد خالص والله. بس ده بص تحت رجليه. ليه؟ لان انا اصل مش ماتش وخلاص. وارد ان لا قدر الله حد يتصاب، استعين بواحد تاني من الاحتياط يبقى اساسي في المباراه الثانيه، فلازم اهله واحضره. ما يتقالش اصل انا ايه، بص لعبنا عشان الثاني اتكسر او الثاني مش زي ما كان بيتقال. صحيح صحيح. لا ده انت كويس، وانا بس انا مش هلعب، انا بلعب باثنين ديفندرات، مش هلعب سته ديفندرات، هما اثنين اختياراتي دول عشان كذا كذا في المباراه دي والخصم كذا و و و. فلازم الكلام الكتير. حسام يعني محتاج يتكلم، لان احنا بقالنا فتره كمان كبيره مع المنتخب ده، البطوله التصفيات دي بادئه من 19 كتير بس عشان نقصر كلنا من 2019 طويله جدا. مش كمان يعني موضوع التجمعات قريب من بعضه زي ما كان بيحصل. انت في ظرف استثنائي يا كابتن محمد. طبعا وده اللي عامل مشكله.
عندك عدد كبير في المنتخب، عندك كمان 5 في المنتخب الأولمبي بخلاف كمان المحترفين زي ديانج ومعلول، فممكن تكون هناك فرصة لموسيماني أنه ينظر للشباب طبعا. وقطاع الناشئين يعني كلامي بيعني الناشئين تمام. ففي فرصة بقى الأيام اللي فاتت عشان كمان موضوع تلاحم المباريات والمشاركات الدولية ما كانش فيه وقت أنه يبص شوية الناحية دي. بصي أنا أنا بعتبر يعني موسيماني من أول ما جه ما خدش الفرصة اللي هياخدها الفترة اللي جاية دي، توقف يعني، هو مدي مدي وقت، هو هيرجع يوم الاثنين ان شاء الله لغاية يعني 4 أيام أو 5 أيام أجازة. دي مهمة جدا كانت للعيبة عشان الإجهاد الغير عادي خلال الفترة دي، الإجهاد العصبي والبدني وكل حاجة. عنده فترة كمان أكثر لغاية ما أول استئناف بطولة الدوري. الفترة دي هن انا اعتقد ان هو ما خدهاش قبل كده من يوم ما جه، هو من يوم ما جه يعني عمال مش شايف صحيح، وداخل في معارك وبيرد يعني وداخل يرد خلاص في المراحل النهائية بتاعت افريقيا وماتشات جامدة جدا والوداد هناك ومش شايف انت فاهمة ازاي؟ وعنده اصابات وعنده غيابات وعنده اصابات والدوري لحم في الدوري اللي فات مش دوري وكل يومين ماتش، انت مش ما يعني ما بتحفظيش حاجه ما بتعلميش حاجه، انت يا دوبك بتعالجي وتداوي استشفى وتمرين معسكر فما فيش. فهو يا عيني استغل يعني، في ناس كانت بتعتب عليه ان هو كفايه روتيشن يا عم بقى، خنقتنا من روتيشن. طب انتوا اللي بيتكلم اصل في ناس بتقعد كده ايه، تحط الرجل على رجل هاني وتقعد ايه قدام التلفزيون كده تتكلم القصه مش كده. المدرب بيبقى عنده حاجات كتيره في دماغه، ما بيبصش زي الجمهور من سكه واحده. انت عندك لعيبه لسه برضو مش عارف قدراتها ومش عارف الدوتوهات مع بعض مين مع مين ومين مع مين وكذا وكذا وكذا. فكان الفتره اللي فاتت من كتر ضغط الماتشات وفي نفس الوقت عايز يشوف، فبيستغل انه بيريح ناس وبيلعب ناس عشان يشوفها. وللاسف كان في بعض الناس ما خدمتوش، ما ظهرتش بمستواها الحقيقي، فاضطر يعني يقعد ويغير لغايه ما يحس ان في بريقه امل في واحد وجاي في السكه. في ناس جابها زي مثلا بتاع الجون اسمه ايه؟ مواليا. عايز يشوفه وعايز يقومه وعايز يديله. انت فاهم؟ فهو الفتره اللي جايه دي اعتقد الراحه دي هتفرق مع اللعيبه كويس قوي. هيبتدي خلال الفتره اللي جايه يعني يدي حاجه بقى للعيبه، يحط عينه بقى على يعني، لان الفتره خلاص ماتشات مش طويله كمان. خلي بالك كابتن، احنا ان شاء الله عندنا مباراه مع المريخ يوم 4 يوم 4 ابريل تمام. اللي بتتكلم عليه سهام اسف، عندك اللي بتتكلم عليه الجزئيه ديت اللي احنا بنتكلم على قطاع الناشئين، ان فرصه اولاد دلوقتي يبداوا يتمرنوا مع الفريق الاول. عندك هو عمل كده هاني، على فكره عمل كده في فترات حتى ايام التوقف ممكن يبقى يخدمه بقى ان ياخدوا فرصه اكبر، موجودين في الملعب. حاجه النقطه ثانيه، مش لازم يبقى لازم بقى من دلوقتي نبص كمان مين البوزيشن من قطاع الناشئين اللي لازم نشتغل عليه. يعني انا في وجهه نظري باك شمال طبعا، علي معلول ما شاء الله ربنا يديله الصحه، وراه مع محمود وحيد تحسبا الاثنين مره واحده، ما لقيناش حد بيجيب واحد مش في مركزه. كمان باك يمين طبعا، لان يعني انا ببص على اللونج ران شويه، انا ببص طبعًا على قدام شويه. محمد هاني ماشي بشكل كويس، بنوظف احمد بيكم سيرد باك ووسط ملعب كويس، بيأدي باك يمين بس مش باك يمين. احمد توفيق نفس الكلام. فدلوقتي اعتقد ممكن كمان التركيز على قطاع الناشئين في البوزيشن اللي انت شايف ان انت هتحتاجه خلال مثلا سنه او يمكن اقل من سنه، ان يكون من دلوقتي متواجد بيتمرن مع الفرقه، بياخد بعض الماتشات الوديه. ايه المشكله انه ياخد كمان مباراه او جزء مباراه في مباريات الكاس، على اساس انك يوم ما تحتاجه زي علي معلول، محمود وحيد اتعور طبعا، ايمن اشرف بيلعب سيرد باك، فنحط واحد ولد صغير عنده 20 سنه. انا عايز اقول لك هاني، الفرق القويه والفرق الكبيره والفرق بتاعه البطولات اللي بتسعى لحصد كل البطولات، لازم يبقى في كل بوزيشن في الملعب اكتر من واحد وعلى مستوى عالي. يعني يمكن لو تفتكر الفتره القديمه بتاعتنا واحنا بنلعب في الثمانينات، احنا كان سهام الفرقه الاساسيه دي
ثلاث ارباع منتخب مصر والناس اللي قاعده احتياطي منتخب مصر. ايوه طبعا. والله ما ببالغ. انا مش ببالغ. يعني الناس بتلعب منتخب مصر قاعده بره وبتوزعي على الانديه، فما كانش بيحصل عندك دروب في مباراه بوزيشن او مركز خالص. تلاقي راس الحربه في اثنين ثلاثه مكسرين الدنيا، نص الملعب كذلك. كان ايام بقى وينج يمين وينج شمال، احنا الكلام القديم بقى بتاعنا، كابتن مصطفى عبده وكابتن مختار. صحيح. يعني في اكتر من لعيب في المركز الواحد، عشان كده ما كانش بيحصل حاجه. دلوقتي احنا شفنا الفتره دي لا صعبه. كمان انت ليك عدد محدود من المحترفين. مصر كلها ابتدت العمليه، ما فيش لعيبه في الانديه تقدر يعني ان انت تبص على لعيب في الحته الثانيه وبتاع. خلاص بقى الفكر ده اعتقد انه اتغير، والنادي الاهلي ابتدى السياسه اللي حاططها مجلس الاداره ان هم يهتموا بقطاع الناشئين من الداخل. من الداخل ضروري توفير في الفلوس، وفي نفس الوقت لا ده انا مطلع واحد بقى تربيه النادي الاهلي ودي مهمه. اما بيطلع اللعيب اللي هو مر بقطاع الناشئين ومر بحاجات دي بيطلع الدرجه الاولى. يعني انا لما طلعت الدرجه الاولى ما كنتش حاسس نفسي غريب ولعبت من اول مباراه، وعلى فكره كنت لما اقعد مثلا احتياطي ماتشين ولا حاجه واجي ارجع تاني مفيش بقى اصل لسه ما جابش مستوى، مفيش كلام من ده، محدش هيستنى عليا. بالظبط. وهاني عارف الكلام ده، لازم ابقى كويس، مفيش حاجه اسمها اصل لسه ده اصل انا راجع من كذا، لا مفيش كلام ده. فاهتمامه في الفتره اللي جايه بقطاع الناشئين وحط عينه زي ما هاني بيقول على المراكز اللي ناقصه حتى على الموجوده، حتى المراكز الثانيه اللي ممكن يبقى برضه عارف انه هيطلعها اعاره بالظبط السنه اللي جايه وهيرجع له يعتمد عليها طبعا. اللي هو زي ما تقول بقى ايه الصف الاول والثاني والثالث. برافو عليك. صح. يبقى جاهز. عارفه الجيش كده لما يبقى في صف اولاني وثاني وثالث، الثالث يعني طلع اعاره وارجع بعد سنه بعد سنتين على حسب انك تستفيد. وشفنا اللعيبه بتاعتنا لما طلعت الاعارات ورجعت زي ناصر ماهر زي اكرم زي محمد. يعني الناس دي كلها الحقيقه. بس لازم بقى فعلا نبص على المراكز. معلول على اعلى مستوى بس مش هيخلد في النادي الاهلي. صحيح. له فتره معينه او هيبقى موجود يحصل له لا قدر الله اجهاد واصابه زي اللي حصلت. طيب في باك شمال كويس محمود وحيد اتصاب يعني ما لحقش يعني اتصاب. طب مين لحق؟ عارف برضه ان في ثلاث او على الاقل يبقى عندي واحد في الناشئين بيتمرن معايا بيتمرن معايا عشان بالظبط ده اللي بتكلم عليه يا كابتن ويستفيد من الخبرات دي. وخاصه دلوقتي كمان قطاع الناشئين يمكن متوقف شويه، ما فيش مسابقات، وبالتالي هيبقى فرصه انك دايما ببص للبوزيشن اكتر. مش عايز اطلع 15 واحد ويبقى الموضوع لا ان انا طبعًا. ان انا بدرب الملعب زحمه بقى وأنا وبعمل اللي عليها وبطلع ناس. لا ده انا ببص عيني والله انا محتاج طبعًا. باك شمال وابدا اشتغل معاه فترات طويله حتى بعد علي معلول ما يرجع ويكون سليم، الولد موجود معاه ياخد خبرات. اللي انت بتقوله هاني سليم 100%. ما يبقاش انا مثلا زي الموقف اللي حصل وابقى عيني مثلا على لعيب من الصغيرين عشان اطلعه من فرقته عليا. لا ده انا متعود على انه الولد ده عارف انه بيطلع واتمرن مع ده واتمرن مع ده وعارف اسلوب اللعب وعارف الطريقه. بنتكلم على حمزه ومصطفى شوبير ان هم يا حظهم يا هناهم دلوقتي انه شايفين محمد الشناوي. واحد زي مصطفى شوبير وحمزه دلوقتي انا متاكد ان بقى لهم فتره كبيره بيتمرنوا بصفه مستمره مع الفرقه الكبيره. لو حصل اي دروب وارد ممكن يحصل لا قدر الله، يبقى هتلاقي واحد حاسس وعايش معاهم الاجواء ومر معاهم. يعني خلي بالك اسام في نقطه وهاني عارفها، الناس اللي بتبقى موجوده بره حتى القايمه ومسافره او بره السكور شيت يعني وبتبقى موجوده بتعيش نفس الاجواء والضغط العصبي والكذا والكذا والكذا. طالما انت معاهم في السفريه يبقى عندك احتمال ان انا ابقى في السكور واحتمال ان انا العب. هو قاعد بره يا كابتن بيفكر انه بيلعب، يعني انا بلعب دلوقتي وشايف تعليمات المدرب ودارس المدرب ده وعارفه. وسياسه النادي وسياسه المدير الفني برضه لازم تكون ده في الاعتبار، انه كمان مش بس بيتمرن بس، لا ده في وقت من الاوقات لازم اشاركه حتى في مباراة الكاس. طبعا يلعب نص ساعة. وطبعا نفسي يبقى في زي زمان ماتشات وديه كده الناس اللي ما بتلعبش. يا عيني احنا كانت اساسيه بالظبط، كان دي مباريات. وكمان حتى على مستوى الضغوط يدخلوا جوه ضغوطات، يدخلوا جوه مباراه رسميه انك انت خلاص دلوقتي 18 سنه انت مش لعيب صغير، 19 سنه مش لعيب صغير، يديله روح الفريق الاول. بالظبط روح الفريق الاول، زي ما احنا بنتكلم على شخصيه وروح النادي الاهلي برضو روح الفرقه الكبيره. لان مهما كان الناشئين
غير الفرقه الكبيره. أكيد. الفرقه الكبيره في ضغط جمهور، ولو ان برضو الفرقه الصغيره دي الجمهور بيتفرج عليها بره، انما فوق ما فيش رحمه، وجمهور الاهلي ما فيش. جمهور الاهلي حتى الماتشات الوديه بيكسر الدنيا وعايز النادي الاهلي يكسب في الماتشات الوديه. يا جماعه بنجرب، فاكر لما نعمل تقسيمه يا جدعان؟ تقسيمه بالظبط، التمرين بالظبط، يبقى هي اللي فرقه مثلا. ايوه اللي هتلعب فجمهور النادي الاهلي صعب، فلازم اللعيبه تتعود على الكلام ده من وهي صغيره وتخش في اجواء الفرقه الكبيره عشان ما يحصلش ده اللي حصل. توقعات الجمهور طبعا، الجمهور اللي احنا في الاول وفي الاخر بيلعبوا اللعبه دي عشان يسعدونا يعني. طبعا. شكرا طبعا يا كابتن محمد، شكرك، نورتنا النهارده، شرفتنا يا كابتن، ودايما كده يعني بتتوقع المكسب ودايما متفائل، وكلنا متفائلين بالنادي الاهلي. هي ثقه بالظبط في النادي الاهلي، عودنا عليها. صحيح. على مر تاريخه وظهرت اهو للناس كلها في الماتش بتاع فيتا. على مر تاريخه كابتن محمد، نشكرك جدا ونشكركم مشاهدينا، ودي ختام حلقتنا. يوم الاحد ان شاء الله نشوفكم على خير من 10 لواحدة في البيت الكبير. صباح الخير.